مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. بسعد بوجودي مع حضراتكم وبصحبة زميلي العزيز أمير هشام. هنكون موجودين مع حضراتكم على مدار 3 ساعات وصولا إلى الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة خاصة جدا بنحتفي من خلالها وبنحتفل بإنجازات كثيرة جدا لسيرة عطرة، هي سيرة ومشوار عطاء ونجاحات كبيرة حققها لاعبا وإداريا ومسؤولا ثم رئيسا للنادي الأهلي بعد مراحل من العمل كمدير للكرة وكعضو مجلس إدارة، الراحل الكبير الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه. مشوار طويل من العطاء، حياة حافلة بالإنجازات منذ المولد. ذكرى النهاردة بنحتفل بذكرى مولد الكابتن والراحل الكبير كابتن صالح سليم، 11 سبتمبر كان مولده 1930، وصولا إلى نهاية مشوار العمر ووفاته المنية في مايو عام 2002. طبعا كابتن صالح سليم غني عن التعريف بقيمته ومبادئه وشخصيته اللي كانت متميزة جدا، وكان له بإجماع الآراء كاريزما غير طبيعية ارتبطت بوجوده كواحد من أكبر الرموز في تاريخ النادي الأهلي، وأخذ من سمات هذا النادي العريق وأعطى أيضا لهذا النادي من سماته الشخصية، وامتزجت سمات الكابتن صالح بسمات الكيان الأكبر النادي الأهلي المصري، هذا الكيان العريق والبيت الكبير، حتى أصبح واحد من أنجح وأكبر وأشهر الرموز في تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية، ومن خلال رئاسته وإدارته للنادي الأهلي. في نقاط سريعة جدا لأن طبعا مشواره أكبر من أننا نقدر نختزله في كلمات أو نختصره في كلمات قليلة. المشوار من طبعا زي ما قلنا لحضراتكم 1930 وصولا إلى 2002، 22 بطولة حققها كلاعب ونجم من نجوم الكرة في النادي الأهلي، و32 بطولة أيضا مع النادي الأهلي في مشواره على مراحل عمله المتدرجة وصولا إلى منصب رئيس النادي، بإجمالي رقم غير مسبوق 54 بطولة مع النادي الأهلي، فضلا عن مشاركاته وإنجازاته في المحافل الدولية مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. شعار الأهلي فوق الجميع، الكيان قبل الفرد وقبل مصلحة الشخص الواحد، والكل يجتهد وتتكامل كل الجهود وقوة كل المحبين للنادي الأهلي من أجل هذا النادي العريق. تفاصيل كثيرة نستعرضها مع حضراتكم النهاردة، وكان مسك الختام لهذا العطاء وهذه الإنجازات الحصول على التكريم الأكبر في تاريخ النادي بتتويج النادي الأهلي نادي القرن عام 2001 في جوهانسبرغ، وتسلم الجائزة الكابتن صالح سليم وكان رئيسا للنادي الأهلي قبل وفاته بعام واحد. لسه عندنا تفاصيل أكتر هنستعرضها مع حضراتكم عن الكابتن صالح ومشواره الكبير، وعن تفاصيل لقاءاتنا مع ضيوفنا وكل تفاصيل هذه الحلقة الغنية بالمعلومات والتقارير المصورة وآراء الجماهير وكل القطاعات المحبة والمرتبطة بهذا الكيان الكبير والعريق النادي الأهلي. خلوني أنتقل مع حضراتكم سريعا لزميلي العزيز أمير هشام. مساء الخير يا أمير. يا مساء الفل عليك يا أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. بالفعل هي حلقة مميزة وخاصة جدا، وخصوصا أن احنا بنتكلم عن أحد رموز النادي الأهلي التاريخيين وهو الكابتن صالح سليم، وهو أحد سواء اللاعبين أو الإداريين الكبار جدا اللي هيفضل يتذكرهم التاريخ على مدار الحياة كلها، وخصوصا أنه حقق العديد من الإنجازات مع النادي الأهلي سواء كلاعب أو كمدرب، وأيضا أو عفوا كلاعب أو كإداري، وأيضا ليه المقولات كل أعضائه وكل أبنائه، مش فوق جميع يعني كل المصريين أو حاجة، لا هي فوق جميع كل أعضاء النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي. دايما تفضل مصلحة النادي والكيان اللي انت بتشجعه عن مصلحتك الشخصية، سواء انت لاعب في النادي الأهلي أو مدرب أو إداري أو رئيس نادي حتى في النادي الأهلي، ودي أكيد مبادئ مهمة جدا. ممكن البعض ما يكونش متعود على هذه المبادئ، لكن هي أخلاق طبعا تميز بها أبناء النادي الأهلي دائما، ويمكن كان الكابتن صالح سليم دي مقولته الشهيرة واللي يمكن لحد دلوقتي النادي الأهلي بيمشي من خلالها. أستاذ محمد بتفق معاك تماما زميلي العزيز أمير، وكويس أن أنت كمان بتعمل تذكرة وبتفكر مشاهدينا في كل مكان، لأن احنا كنا بنحاول دايما نصحح هذا المفهوم الخاطئ اللي البعض شعر من خلاله بأن في قدر من الاستعلاء من أي مسؤول أو من الكيان بشكل عام على الآخرين. هذه المقولة العبارة الشهيرة الأهلي فوق الجميع كان المقصود بها منذ أول يوم استخدمت هذه العبارة وحتى يومنا هذا، وبنكرر ده احترامنا وتقديرنا لكل المنافسين وللجميع داخل وخارج مصر، إن هذه العبارة بتتكلم على
أسرة والبيت الكبير النادي الأهلي وكل من ينتمي إلى هذا الكيان، إن هذا النادي المصلحة العامة لهذا النادي ومبادئه وقيمه وطرق إدارة وكيف تسير الأمور داخل النادي بشكل منتظم ومستقر ومؤسسي لا يستطيع أن يخرق أي شخص، الكل بيسير على النهج حتى لو في طرق مختلفة ولكن في إطار واحد ووفق مبادئ عامة. ده المقصود بالأهلي فوق الجميع، فوق الجميع اللي هم المنتمين للنادي والمنتمين لهذه الأسرة وليس فوق أي شخص بعيد عن هذا الكيان، لأن احترامنا وتقديرنا لكل المنافسين وده دائما أبدا بيؤكد على لسان كل المسؤولين بدءا من رئيس مجلس الإدارة الحالي الكابتن محمود الخطيب ومرورا بمجلس الإدارة وكل المسؤولين داخل النادي الأهلي وكل رموز هذا النادي الإدارية والرياضية. ده اللي كان مقصود بهذه العبارة، ترجمها في حياته لاعبا وإداريا في أمور كثيرة جدا بمنتهى الحسم والقوة، الراحل الكبير الكابتن صالح سليم والمواقف لا تنسى، هنتطرق لها من خلال لقاءاتنا مع ضيوفنا في الاستوديو والحوارات اللي هنجريها اليوم في الأهلي الليلة والتقارير المصورة اللي بنسترجع من خلالها ذكريات جميلة عن مواقف حاسمة كانت بتضرب المثال للجميع، كل المنتمين للوسط الرياضي في مصر وفي العالم العربي والقارة الأفريقية كيف تكون الأمور وكيف تدار بالشكل الاحترافي والعلمي والمؤسسي قبل الحسابات الخاصة بالمكسب أو الخسارة أو بنجومية أي لاعب مهما على شأنه. ده المقصود بهذه العبارة وهي لا تحمل أي معنى يمكن أن يزعج أي شخص لأنها بتتحدث عن هذا الكيان ومن بداخل ومن ينتمي لهذا الكيان فقط، البيت الكبير النادي الأهلي. هنتكلم شوية مع حضراتكم عن محتوى حلقتنا النهاردة لكن خلونا نبدأ بهذا التقرير قبل أن نعود لزميلي العزيز أمير هشام ليحدثنا عن الكثير من الأمور المتعلقة بمحتوى الحلقة وهي غنية جدا فيها مجهود كبير مبذول وجهد من زملائنا في أسرة الإعداد والإخراج. خلينا نبدأ بهذا التقرير وأراء بعض الجماهير المحبة للنادي الأهلي في نجاحات وفي سيرة وفي مشوار الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. كابتن صالح الله يرحمه قدوة للشباب، قدوة لكل الأجيال، الأجيال اللي فاتت والأجيال اللي جاية، رمز انتماء للوطن، رمز انتماء للنادي، رمز انتماء للعبة. كابتن صالح هي حكاية كبيرة قوي. كابتن صالح اسمه في الكورة لامع جدا، رمز الكرة المصرية، تعلمنا منه الأخلاق والأدب، رمز الكرة المصرية كابتن صالح سليم علم الأجيال كلها. ربنا يرحمه كابتن صالح سليم قدوة لكل الشباب وكان أخلاق بصراحة يعني، وكل الجيل الحالي والجيل اللي قبل كده بيقتدوا بالكابتن صالح سليم، فهو على ما قد كان حازم في قراراته فهو كان حليم وكان بيفكر كتير في القرار قبل ما يطلعه. ربنا يرحمه ويكتر من أمثاله وإن شاء الله نلاقي الجيل ده والجيل الأجيال القادمة إن شاء الله زي الكابتن صالح سليم. كان رئيس نادي كبير ولعب كرة محبوب من الجماهير كلها وناس كلها بتحبه، حتى كل فترة الذاكرة بتاعته ذكرى ميلاده ذكرى وفاته كلنا بندعي له ومحبوب في قلبنا على طول. أحب أقول أن الكابتن صالح سليم هو أسطورة من أساطير الكرة المصرية، وطبعا النادي الأهلي كله ماشي على المنظومة اللي هو كان حاططها ماشي، ونحترم جميع الرؤساء من أول الكابتن صالح سليم الكابتن حسن حمدي مهندس محمود طاهر الكابتن محمود الخطيب وكل اللي جم قبلهم واللي هيجوا بعده. هو رمز من رموز النادي ورمز من رموز البلد ورمز كمان من رموز الراجل المحترم اللي هو بيلتزم بالمواعيد وبيوفي بالمواعيد وعنده مبادئ وأخلاق، يعني هو رمز من رموز الأهلي في المبادئ وفي الأخلاق، يعني كلنا بنحبه وبنحب الذكرى بتاعه ونضرب بالمثل في أي مشكلة. مع حضراتكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن مشوار العطاء والنجاح الكبير للراحل الكابتن صالح سليم. هنعرف تفاصيل أكتر عن مشوار الكابتن صالح النهاردة، هنتكلم باستفاضة مع ضيفنا في الاستوديو، هتكون مساحة كبيرة للحوار من النقاد الرياضيين اللي تعاملوا في حياتهم على المستوى العملي والإنساني بالراحل الكبير الكابتن صالح سليم ويحدثنا عن الكثير من الذكريات
الخاصة بالتعامل مع هذا النجم الكبير رحمه الله على كافة المستويات إنسانيا ورياضيا وإداريا ولاعبا تاريخه في النادي الأهلي، وكيف يرى نقاد الرياضيون من خلال احتكاكهم بهذه الحياة وبالمجال والوسط الرياضي والكروي خاصة في النادي الأهلي. هيكون معنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة في حوار تفصيلي ومستفيض في هذه الحلقة. خلونا ننتقل سريعا لزميلي أمير هشام ونعرف تفاصيل أكتر عن محتوى حلقة الأهلي الليلة النهاردة. طيب بما اننا بنتكلم عن طبعا عن كابتن كبير ورمز كبير من رموز النادي الاهلي كابتن صالح سليم، فطبيعي ان احنا نذكر كل جمهور النادي الاهلي بشيء مهم جدا وهو لقب نادي القرن في افريقيا. كابتن صالح سليم قبل وفاته بعام واحد بس هو كان رئيس النادي الاهلي في الفتره الثانيه ليه بالتحديد، ويمكن هو سافر جوهانسبرج عشان يحضر حفل الكاف واللي تم فيه تسليم النادي الاهلي هذا اللقب الغالي جدا، ويمكن الجيل الحالي الأهلاوي بالتحديد أكيد فخور جدا إن هو بيعيش لحظات نادي فيها هو نادي القرن. فطبعا كان كابتن صالح سليم هو رئيس النادي الأهلي في 2001 بالتحديد وسافر لجنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبرج عشان يستلم هذا اللقب الغالي جدا، ويمكن نادي الأهلي طبعا زي ما احنا عارفين هو نادي القرن في أفريقيا، فبالتالي دي إحدى المهام اللي كانت هامة جدا بالنسبة لكابتن صالح سليم بالنسبة لنادي الأهلي طبعا على مدار تاريخ النادي الأهلي ان النادي يكون نادي القرن في أفريقيا. طبعا بعد 100 سنة تانيين او اقل قليلا ممكن يكون ان شاء الله النادي الأهلي ايضا هو نادي القرن، وخصوصا ان احنا مع مطلع الألفية الجديدة النادي الأهلي حقق العديد والعديد من الألقاب الأفريقية الهامة وكان عندنا عصر ذهبي معروف وكبير جدا. لكن بالتحديد كابتن صالح سليم يمكن لعب مباريات عديدة مع النادي الأهلي وحقق ألقاب عديدة كمان مع النادي الأهلي، ولعب أيضا مع منتخب مصر وشارك مع منتخب مصر في تحقيق ألقاب يمكن كان أبرزها بطولة الأمم الأفريقية 59، فبالتالي أكيد كان شيء وفخر بالنسبة له أن هو يكون أحد اللاعبين اللي ساهموا في إنجازات عديدة سواء للنادي الأهلي أو لمنتخب مصر. على مدار مسيرته أحرز حوالي 110 أهداف طبعا للكابتن صالح سليم، مبادئ كتير جدا علمها للنادي الأهلي. والجميل كمان لو تتفق معايا أستاذ محمد أن كل العصور وكل الأجيال وكل مجالس الإدارات اللي بتتواكب على النادي الأهلي كلهم بيمشوا من خلال هذه المبادئ، ما فيش حد بيغير مبادئ أو ما حدش مثلا بيروح بطريق آخر غير طريق المبادئ اللي تعود من خلاله النادي الأهلي. أستاذ محمد متفق معاك تماما يا أمير، وده اللي سمعناه كمان في التقرير النقطة اللي أشار لها زميلي أمير هشام أشار لها كمان بعض المشاهدين من جماهير وعاشقي ومحبي النادي الأهلي في كل مكان اللي سمعناهم بيتكلموا عن رموز النادي الأهلي عن طريقة مستمرة في إدارة هذا الكيان الكبير وخبرات بتتسلم المهمة من خبرات سابقة عليها وتمنح أيضا هذه الخبرات وتنقلها لمن يأتي بعدها ليكمل المسيرة أو يكمل المهمة الكبيرة إدارة النادي الأهلي. كابتن صالح تعلم الكثير من الراحل الكبير كابتن مختار التتش ونقل هذه الخبرات على مراحل من خلال مشوار من الزمالة في العمل الإداري وقيادة النادي في وجود كوادر تسلمت المهمة واكتسبت هذه الخبرات مع الوقت بشكل تدريجي وأصبحت من رموز النادي الأهلي اللي بتدير هذه أو تتولى وتتحمل هذه المسؤولية بنفس درجة الكفاءة والقوة والإجادة، ومنهم على سبيل المثال للحصر الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب. الحكايات لا تنتهي عن مشوار عطاء عن طريقة عمل عن منهج وأسس لا تتغير وتغير الأشخاص لا يؤثر عليها وعلى ثباتها واستقرارها. خلونا ننتقل مع حضراتكم لتقرير آخر، تقرير ولقاءات تم إجراءها مع عدد من أعضاء النادي الأهلي للحديث عن ذكرى مولد وعن إنجازات ومشوار نجاح كابتن صالح سليم. كان منور النادي الأهلي كله، كان عميد النادي الأهلي، راجل ما عمرنا ما طلبنا منه أي طلب إلا ما كان بيعمل صراحة، يعني على أنه كان يقول لا ده متكبر ما بيكلمش، لا 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 إحنا أعضاء. كنت دايما اقول كابتن صالح اي حاجه حاضر اللي انت عايزاه يعمله لنا ساعتها، يعني الحقيقه ما شفناش منه ولا حاجه غلط، ادب واخلاق الله يرحمه، يعني ذكرى جميله بالنسبه له. قول لي اي حاجه كويسه اقول لك ايوه. كان صالح سليم تواضع والكلام الجميل الراي السليم لاي حاجه كذا، يعني انا بالنسبه لي بتكلم يعني الحمد لله دي كله بيحبني صحيح، بس هو كان صالح ما بيكلمش حد،
بس انا لما بقوله يا كابتن صالح عليا يا حاجة حاضر. كان في موقف كنت انا لسه صغيرة وكان جنبي مكتب آلة كاتبة وهو كان جاي يكتب طلب وانا موجودة هناك، قلت له ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي انت اللي بتعملي ايه هنا اهو. اخدته بالحضن فعلا، يومها كنت مبسوطة جدا لان انا كنت بحبه جدا جدا. محدش ما بيحبش بصراحة، انا بموت فيه. سبت لنا حاجات كتيرة قوي جميلة، يكفي ذكرى. اولا احنا كنا متعودين دايما هنا نقول له المايسترو زي ما اطلق عليه كابتن نجيب السكاوي الله يرحمه، لان صالح سليم قيمة وقامة وعلامة بارزة في النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وما زال وهيفضل في وجداننا مدى الحياة. يعني اقول له الله يرحمك، كنت مثال وعلم لكل شيء جميل في النادي الاهلي، ومثال للتواضع، ومثال في حب الاهلي والتفاني من اجل الاهلي. وانا شفته طبعا، حضرته، كنت صغير وهو لاعب وهو اداري في مدير كوره في الفريق وهو عضو مجلس اداره وهو رئيس نادي، فيعني عاصرنا على قدنا كابتن او المايسترو صالح سليم. واقول له ايه؟ اقول له الله يرحمك ومبادئك ما زلنا عليها، اللي انت ورثتها من الكبار وحافظت عليها وورثتها. ده كان من رمز من رموز النادي الاهلي وشخصيه قويه ولاعيب فذ. الله يرحمه. كابتن صالح سليم علامه بارزه، علامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، وإحنا طبعا كأعضاء في النادي الأهلي ستظل ذكرى كابتن صالح سليم محفورة في أذهاننا، وده شخصية عظيمة من الناحية الرياضية، من الناحية الإدارية، من الناحية الكروية، وإحنا كأعضاء يستحيل ننسى الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم الله يرحمه في الملعب كابتن محترم، في إدارة النادي رجل شهم ومحترم، رفع النادي الأهلي كنادي له مقاييس وله أبعاد محترمة، وخلى النادي الأهلي النهاردة على مستوى البلد مصر كلها بتحب النادي الأهلي. طبعا عاصرته، وده تاريخ طويل جدا يعني ما بيتنسيش، دايما في الذاكرة. بحكي لأولادي ابني بيلعب هنا في النادي الأهلي دلوقتي، هو يعني بيلعب في أمريكا، بس يعني أنا دايما أحكي له عن قدوة، دايما بيرتبط اسم صالح سليم بالنسبة لينا كأعضاء في النادي الأهلي أو بصفة عامة ناس بتشوف الرياضة وبتتابعها، بأنه هو دايما قدوة. سلوك في الملعب وبره الملعب احنا كنا شايفينه بره الملعب من وهو صغير، يعني انا عاصرته ايام ما كانت أوضة اللبس هنا في النادي الاهلي عبارة عن أوضة واحدة مقسومة نصين، فكان صالح سليم كابتن فريق كرة الفيرست تيم في النادي الاهلي متواضع جدا. الأرقام اللي بتميز رحلة عطاء ومشوار الكابتن صالح سليم لا تنتهي، أرقام كثيرة جدا. طبعا انضمامه كان مبكر بعد رحلة مع كرة القدم في شوارع منطقة الدقي اللي ولد فيها عام 1930، وشارك مع أصحابه أو جيرانه في المنطقة في مباريات كان الأطفال بيلعبوا من خلالها كرة القدم في محيط المنازل أو في الجوار، وبعدها كمان شارك من خلال منتخب المدارس وهو صغير السن، حتى التفت إليه بعض المتابعين وانتقل للناشئين أو بدأ مرحلة مشاركته وحياته مع النادي الأهلي عام 1944 وعمره 14 سنة، ومنها انطلقت موهبته للمشاركة أيضا في عمر مبكر
كان عمره 18 سنة سنة 1948 في أول مشاركة تم الدفع فيها كلاعب من لاعبي الفريق الأول، وأحرز أحد الأهداف في هذه المباراة عام 48 الدوري عام المصري موسم 48-49 أمام فريق المصري البورسعيد. وأيضا من أرقامه القياسية أنه كان صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في تاريخ المسابقات المحلية للاعب واحد في مباراة واحدة، عندما أحرز 7 أهداف بمفرده من 8 أهداف هي حصيلة أهداف النادي الأهلي في مباراة فاز فيها 8-0 على منافسه في هذه المباراة فريق الإسماعيلي. أمير، الأرقام كثيرة والنجاحات لا تنتهي عندما نتحدث عن الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. طبعا أكيد رمز كبير جدا من رموز الكرة المصرية بشكل عام ورموز النادي الأهلي بشكل خاص. وخلينا أقول لحضرتك يا أستاذ محمد، النادي الأهلي محظوظ جدا أن يكون أحد أبنائه بشخصية قوية زي شخصية الكابتن صالح سليم، فبالتالي من خلالها النادي الأهلي عرف الأخلاق والمبادئ. طبعا قبل كان في التتش طبعا أستاذه الكبير وهو اللي كان أرسى في هذه المبادئ والأخلاق، فبالتالي أيضا هو استكمل هذا المشوار الهام جدا واللي من خلاله مشي كل أبناء النادي الأهلي وكل مجالس الإدارات على مدار تاريخ النادي الأهلي حتى الآن. لكن من أهم أيضا مقولات الكابتن صالح سليم رحمه الله، قال البطولات مهما غابت النادي الأهلي هيقدر يستعيد هذه البطولات، لكن المبادئ لو غابت مش هترجع مرة تانية. يمكن البعض دلوقتي بيستهين بجزئية المبادئ وكله بيقلل من هذه الكلمة وهذه الصفة بالتحديد، ويمكن اللي بيقلل ده ممكن يكون معذور شوية لأنه ممكن ما يكونش شاف هذه المبادئ بالنسبة له هو صغير، لكن المبادئ دي سمة أساسية لأي حد عايز يمشي صح في حياته لأي كيان عايز ينجح في حياته، فبالتالي دي أحد المقولات اللي كانت هامة جدا بالنسبة للكابتن صالح سليم. أيضا أكيد كل الأجيال السابقة بالتحديد وبالتحديد كمان 1985 محدش يقدر ينسى الموقف التاريخي للكابتن صالح سليم وللنادي الأهلي لما كان بعض أبناء النادي الأهلي أو بعض لاعبي النادي الأهلي في هذا التوقيت تمردوا وما كانوش عايزين يلعبوا مباراة نادي الزمالك في كأس مصر. حوالي 15 لعيب كابتن صالح سليم مشي بمبدأ الأخلاق قبل البطولة في هذا التوقيت وقرر ان ناشئين النادي الاهلي هم اللي يخوضوا هذه المباراه. النادي الاهلي قدر انه يفوز على نادي الزمالك، طبعا كان مليء بالنجوم في هذا التوقيت ونادي كبير جدا طبعا، وقدر انه يفوز بهذه المباراه ومن ثم كمان قدر ان هو يفوز بهذه البطوله بطوله كاس مصر، فبالتالي كان موقف تاريخي جدا للكابتن صالح سليم وتعلم من خلاله ايضا ابناء النادي الاهلي العديد من الامور ويمكن اهمها ان الاخلاق قبل كل شيء. لكن خلينا سريعا نروح نشوف هذا التقرير الصوتي عن الكابتن صالح سليم ونرجع مره ثانيه. يظل يوم 11 من سبتمبر يوما غير عادي لعشاق النادي الأهلي، هو يوم ميلاد الأسطورة والرمز الأهلاوي الكبير صالح سليم. كان والده الدكتور محمد سليم أحد أبرز أطباء التخدير في مصر ذاك الوقت، كان لاعبا فذا إداريا فذا، كان حالة خاصة بين أقرانه، هو المايسترو في الملعب بين زملائه، هو المايسترو خارج الملعب كمدير للكرة بالنادي الأهلي ثم رئيسا للنادي خلال فترة طويلة من تاريخه، فترة مليئة بالإنجازات والبطولات والمواقف التاريخية. لا تنسى جماهير الكرة القرار التاريخي لصالح سليم عام 1985 بدعم قرار حسن حمدي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة ذاك الوقت بإيقاف 15 لاعبا تضامنوا مع الجوهري المدير الفني الرافض لقرارات مجلس الإدارة، ثم اللعب بالناشئين أمام المنافس الرئيسي الزمالك في بطولة كأس مصر دون النظر لخسارة رآها كثيرون مؤكدة. لكن صالح سليم كان يطبق الشعار التاريخي الأخلاق قبل البطولة، لم ينظر للمكسب والخسارة، كانت الجائزة أن فاز الأهلي بناشئيه على الزمالك، انتصرت الأخلاق والبطولة. ولأن لكل رحلة نهاية فقد اشتد المرض على صالح سليم، وفته المنية يوم 6 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عام، رحم الله المايسترو صالح سليم.
موهبة الكابتن صالح سليم فرضت نفسها على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وشارك وهو عمره عام 1950، كان عمره 20 سنة وشارك مع منتخب مصر في هذا التوقيت بدأت مشاركته الدولية، وصولا إلى المشاركة طبعا وتحقيق كأس الأمم الأفريقية في القاهرة عام 1959، وأيضا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في روما عام 1960. فضلا عن تميزه بمواصفات في الشكل وفي الشخصية وسمات اللي كان بيطلق عليها الجون بريمير أو الفتى الأول، وده اللي خلاه كمان مطلب لعدد من المخرجين والمنتجين أنه يشارك معهم في بعض الأعمال السينمائية، حقق نجاحات في عدد من التجارب ولكن اكتفى فقط بتقديم 3 أعمال سينمائية، وأيضا قال أنه لم يخلق لهذا الأمر أو لا يريد أن يستمر في تقديم الأعمال السينمائية، واستمر في مشواره الإداري والعملي في مجال الرياضة وإدارة كرة القدم والعمل في النادي الأهلي بعيدا عن أضواء العالم الفني أو السينمائي. وكان من أصدقائه المقربين خلال فترة الدراسة وخلال فترة المدرسة تحديدا من النجوم الكبار فيما بعد عمر الشريف وأحمد رمزي. هنتكلم كمان أكتر مع زميلنا أمير هشام عن التقرير التالي وعلاقته بأصدقاء الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. هو الجميل يا استاذ محمد ان انا يعني مثلا لو خدت تجربه في مجال معين وما نجحتش فيها ان انا اعترف بكده واكمل تجربتي الناجحه سواء كاداري طبعا للفريق الاول او كرئيس نادي او عضو مجلس اداره، ده اللي مشي من خلاله الكابتن صالح سليم. يمكن من وجهه نظره هو شاف ان هو كممثل ما حسش نفسه قوي، لكن ممكن البعض يكون شايفه ممثل قدير، لكن هو من خلاله قيم نفسه وقرر ان هو لا يترك التمثيل ويروح للمجال اللي بيحبه للنادي اللي بيحبه هو النادي الاهلي. فبالتالي دي اكيد جزئية مهمة جدا ممكن كل الشباب وكل الأفراد يمشوا بهذا الحزو طبعا، وكابتن صالح سليم وتفكيره وعقليته المحترفة والمميزة جدا في إدارته للأمور الشخصية الخاصة به. لكن خلينا نروح سريعا نشوف هذا التقرير عن أصدقاء الكابتن صالح سليم بيقول عليه إيه ونرجع مرة تانية. يعني حنقول صالح سليم لاعب الكرة ولا الإداري ولا رئيس النادي ولا الإنسان؟ ودي أهم حاجة بقى في المواضيع دي كلها، صالح سليم الإنسان اللي هو يعني للأسف الشديد أخلاقه غير متواجدة حاليا في مصر كلها، الأخلاق السامية الراقية، الراجل الدغري، الراجل اللي ما يحبش الدلع، وواحد واحد يساوي اثنين، عنده ما عندوش منطقة رمادية وما لا أبيض أسود، واخد بالك، حب غير محدود للنادي هو وعائلته طبعا كلها، ابتداء من الدكتور والده لإخواته طبعا ما حدش ينكر عبد الوهاب وطارق، فإنما هو يعني من الشخصيات التي يعني يصعب أن يجود الزمان بمثلها، وده والله والله ما هي فيها مبالغة ولا أي شيء. صالح سليم ظاهرة إدارية كروية إنسانية، قول ما يحلو لك. صالح كان قائد ومايسترو وفي كل صفات القيادة الحكيمة، جراءة والحكمة والصدق. صالح كان دائما يقول الصدق، كانش يعرف اللوعة ولا الكذب ولا يقول الصدق، وهو مستريح 24 قرات على أي حاجة، ما كانش يحب يفتح أي موضوع في الـ في الـ في إدارة النادي وهو قاعد عايز يتكلم في يدخل جوه، حد عايز يكلمه يدخل جوه في الأوضة، حد عايز يكلمه في الإدارة يعني ولا في حاجة تخص النادي في الأوضة جوه، لكن هنا قاعد عضو كان يخش النادي لو حد من الأمن ما عرفوش أو جديد يعني يقول له الكارنيه كان يطلع له الكارنيه. كان في ناس جاية لصالح، جاي كابتن صالح، فجم قعدوا معاه، فمدده الولا بتاع الأمن الراجل ده جاي لنا، وراح مديله تيكت، حق التيكت عشان جاي، ده جاي لي ضيفي مش جاي للنادي يعني. فيعني حتى في المعاملات لما الواجبات يعني لما يكون ضيف وجاي له في مثلا شاي جاب له حاجه، فبيهتموا الناس بتوع الفيه بيجيبوا صينيه معينه، بيجيبوا حاجه معينه. فصالح صالح عند الراجل يقول لي الصينيه دي بتجيبها لاي ضيف هنا؟ بيقول لا عشان خاطر كمان، لا
روح هات لو زي ما بتجيب لي الناس هات لنا اعتبرني واحد. فكان الراجل مثال متواضع، راجل دغري، لماح لماح، من الناس المخلصة للنادي يعني. وكله بيتكلم عن عيلة سليم كلها، عيلة ما تتعوضش صراحة يعني. الواحد يقع على الدنيا وجيه النادي ويسمع عن صالح يعني. أول مرة قعدت معاه كان نوبة مختار كان مصاب في مستشفى عين شمس، وكنا عنده مختار في المستشفى. وأول مرة أشوف كابتن سهلات، كابتن واحد داخل وكل أمله والراجل كده، أنا قلت إيه ده صالح سليم، مدى التواضع والهبة بتاعته. الراجل قاعد طب سلام، هو كان سلام يعني، وكان كل لعيبه موجوده، وكان فانا بقيت يعني اللاج بقعد، لما بقيت اقعد مكان ما هو كان بيقعد هنا بسمع حاجات تقول الناس دي والله ما تتعوضش، ودول النادي الاهلي. عمرنا ما قعدنا معاه واتكلم في الكوره، وعمرنا احنا ما حاولنا ان احنا لما نقعد معاه نساله في الكوره. بنتكلم في مواضيع عاديه وحاجات شخصيه، وبنقعد نهزر وبنقعد نهرج، لكن ان انا اقول له مثلا فلان الفلاني بيلعب وده اللعيب ده ايه ومش اللعيب ده ايه، عمرنا ما اتكلمنا معاه في كده. وهو عمره ما فتح المواضيع دي خالص يعني. هو للاسف ان هو لما كان تعبان سافر لندن وقعد في لندن حوالي شهرين او ثلاثه، وهو عرف المرض بتاعه وهو في لندن، احنا عرفنا بعد كده، لكن عمره ما قال لنا ولا حكى لنا ولا عرفنا ان الكابتن صالح مريض او بيعاني من ايه او تعبان من ايه. من الحكايات كمان اللي تتسق مع كل ما نعرفه عن النادي الأهلي وعن شخصية الكابتن صالح سليم رحمه الله، كان من الأمور أو الحكايات اللي سمعتها من الراحل رحمه الله الكابتن ثابت البطل، وقت ما كان مدير للكرة في فترة كان فيها لسبب أو آخر كان الكابتن صالح وهو رئيس النادي الأهلي في رحلة خارج مصر، وكان في تفاوض على التجديد مع واحد من النجوم الكبار في الوقت ده في النادي الأهلي. والنادي وضع الرؤية الخاصة بالتقدير المادي والفترة التعاقدية، لأن كان سن اللاعب ده كبر، فكان النادي عنده تقدير حتى فني للفترة اللي ممكن تكون فيها يعني عملية استمراره أو امتداده مع الفريق الأول، وبتكون يعني حسب التقديرات الخاصة بإدارة الكرة ولجنة الكرة والجهاز الفني. إلا أنه بعد الاتفاق على كل شيء مع الكابتن صالح ومع المسؤولين عن التفاوض، دار الحوار بين مدير الكرة كابتن ثابت رحمه الله وهذا النجم، وكان في اتفاق على استمراره وبقائه. قدمت له عروض جيدة جدا من الناحية المادية والأدبية والشروط الخاصة بالتعاقد، ولكن كان له شرط أصر على أنه يفرضه على العقد، وأصر على الاتصال بالكابتن صالح. كابتن ثابت أخبره أنه تم الاتفاق على كل تفاصيله، وأن الكابتن صالح أعطاهم الصلاحيات لإنهاء عملية التجديد من عدمه، وبالتالي أصر اللاعب على هذا الأمر، وقال أنا عايز إجابة على ده وعايز أتصل للكابتن صالح وإجابة بآه أو لا. اتصل كابتن ثابت البطل رحمه الله، كلام على لسانه، وقال كلمت الكابتن صالح قلت له كل التفاصيل، قلت له هو موجود قدامي دلوقتي بيقول انه مصر على الشرط ده في التعاقد وبيطلب من حضرتك رد اه او لا. فقال الكابتن صالح قال لا، اشكره واعتذر له واحنا مش بنجدد بالطريقه دي. واللي لفت نظر الكابتن ثابت ان الامر ما خدش ثانيه عشان الكابتن صالح يحسم قراره، لانه في امور النادي الاهلي متعارف انه ملتزم بيها، وانه لا يقبل ان اي لاعب، وكان مؤثر اللاعب ده كمان فنيا، لكن لا يفرض اي شرط على النادي طالما النادي قدره بشكل جيد جدا ماديا وادبيا وفنيا وكل الامور الخاصه بالتجديد والتعاقد. اعتقد يا امير ان ده جزء لا يتجزأ من شخصيه النادي الاهلي ومن تاريخ النادي الاهلي. بالطبع اكيد قصه مهمه جدا، بس انا عندي الفضول اعرف مين اللاعب ده يا استاذ محمد. الحكايه كانت في التوقيت ده عن الكابتن مجدي طلبه، وانا ما حبيتش اقول الاسم في الاول لانه شخصيه محبوبه ولها مشوارها وعطائها مع النادي الاهلي وما لا خلاف عليه وعلى قيمته كلاعب، لكن كانت العمليه خاصه بالتقديرات له كلاعب محترف في هذا التوقيت ورغبته في شكل التعاقد، وبين رغبة النادي ورؤية النادي والتقييم الخاص بعمره في المرحلة دي، لأنه كان لاعب مؤثر ولاعب مبدع في الملعب وصاحب مهارات خاصة، لكن كان في مرحلة عمرية أقرب إلى الاعتزال. فدي الحكاية اللي عرفناها من الكابتن ثابت البطل، ومع احترامنا وتقديرنا الكامل لقيمة كل النجوم السابقين وبالتأكيد منهم الكابتن مجدي طلبة، لكن هكذا تدار الأمور دائما أبدا داخل البيت الكبير النادي الأهلي. من هنا برضو بتيجي مقولة الأهلي فوق الجميع، مصلحة النادي الأهلي أهم من كل شيء، سواء طبعا في تجديد تعاقدات، تعاقد مع بعض اللاعبين، بعض الامور الاداريه الخاصه بالنادي الاهلي، بعض الامور الاجتماعيه الانشائيه، كل المجالات داخل النادي الاهلي بتمشي من خلال مبدا الاهلي فوق جميع ابنائه واعضائه، ومصلحه النادي ومصلحه الكيان هي دايما الاهم. بالمناسبه برضو كابتن صالح سليم بعد
موسم 66-67 تم تكليفه ان هو يكون مدير كوره، وبعديها ترشح ان هو يكون عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالتحديد في عام 72. لكن بالمناسبه ايضا هو كابتن صالح سليم اللي استطاع ان هو يتعاقد مع المدير الفني القدير والتاريخ للنادي الاهلي مستر هيدي كوتي، واللي كان متواجد مع النادي الاهلي واللي قاد جيل التلامذه بعد اعتزال عدد كبير جدا من النجوم الكبار بعد توقف الكره سنه 67. لكن يحسب ليه ايضا ان هو قدر ان هو يجي بمدرب مميز جدا وفرق بشكل كبير جدا في مسيره النادي الاهلي وعقليه النادي الاهلي في كره القدم بالتحديد من خلال مستر هيدي كوتي يا استاذ. طبعا الكلام ده كلام مهم جدا ونجاح، والامر اللي اشار له امير هشام دلوقتي امر بالغ الاهميه، لانها كانت نقطه الانطلاق لمرحله من انجح مراحل النادي في حصد البطولات وفي الشكل بالضبط الفني وطريقه الاداء، لان مستر هيدي كوتي كان من مدارس كره القدم او المدارس التدريبيه اللي قيل انها من اصحاب البصمات المؤثره واللي غيرت شكل وطريقه اداء فرق الكره في مصر وطبعا في مقدمتها النادي الاهلي. كان من انجح الخطوات اللي قام بيها الكابتن صالح سليم مع اول تواجد له ومشاركاته الاولى كعضو لمجلس اداره النادي تحقيق هذا التعاقد المؤثر والمهم جدا، وده كمان مستمر، ودايما النادي الاهلي بيبحث عن افضل العناصر، بيدور على افضل العناصر صاحبه الخبرات الكبيره وسيفيهات المتميزه سواء من الخبرات التدريبيه المصريه او الاجنبيه لتولي المهمه واستكمال مسيره النجاح. اكيد طبعا شيء كان مهم ومميز جدا التعاقد مع مستر هيدي كوتي، وهو احد المدربين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي. في مدربين كده ما يتنسوش زي مستر هيدي كوتي، مستر مانويل جوزيه، وبعض المدربين يمكن اللي تولوا مسؤوليه تدريب فريق الكره بالنادي الاهلي واللي استطاعوا ان هم يحصدوا العديد من الالقاب. في مدربين كتير قدروا ان يجيبوا القاب للنادي الاهلي، لكن في دايما مدربين بيكونوا مؤثرين في تاريخ النادي الاهلي في كره القدم بالتحديد، فاكيد مستر هيدي كوتي اللي قدر كابتن صالح سليم ان هو يتعاقد معاه كانت احد الاسباب او احد الامور الهامه جدا في تاريخ النادي الاهلي الكروي بالتحديد. لكن خلينا نروح نشوف تقرير اخر خاص باعضاء النادي الاهلي القدامى وهم بيتحدثوا عن الكابتن الكبير جدا كابتن صالح سليم. صالح سليم راجل كان رئيس النادي الاهلي، راجل محترم، ويعني كان ماشي على مبادئ الناس اللي قبليه وتعلم منهم وعلم اللي بعديه برضه مبادئ النادي الاهلي، وكانت عنده المبادئ اهم من اي حاجه، اهم من مكسب كوره، من مكسب اي حاجه، انما المهم النادي الاهلي يبقى هو الكبير وهو فوق الكل. وعشان كده في شعار دايما في النادي الاهلي فوق الجميع. هو يعني من الناس اللي ارسوا هذا المبدا بتعاملاته وحكمته، وان هو كان رجل مبادئ فعلا. لو نتكلم عن صالح سليم احنا نلخصه في كلمتين، حاجه كده بالفطره ليدر، يعني هو الراجل ده اتولد ولو اخدته بالفطره اللي عليه دي وقعدته في غابه وجيته من هناك تلاقي قائد. ده ملخص صالح سليم. تاني حاجه في صالح سليم انه كان راجل ملوش ماسكه، ما تعرفش تدخل له منين عشان تعمل اللي انت عايزه. عايز ايه في صالح تاني اقول لك للصبح؟ هو اعظم واحد استلم النادي الاهلي، ومفيش حد يعني بصراحه مفيش حد زيه. انا افتكره بس كده مره كان داخل النادي وجاء بتاع الامن عرضه ما يعرفوش فطلب الكارنيه، هجوم ناس جري على البوابه قالوا له ازاي تطلب الكارنيه بتاع ما اعرفش ايه، فالراجل قال له لا ليه؟ كابتن صالح قال له ليه؟ ده حقه. وفعلا بعد ما دخل وقعد شويه وندهوله الولد وراح مدينه مكافاه على ان هو قايم بشغله على الاكمل وجه يعني. فدي حاجه من ضمن ده بيدي صوره ان مش اي واحد يعني يقول ان انا لا، لازم كل النظام كان معمول فات بالنادي، ولحد النهارده الحمد لله برضو بيتوارث، كله بيتوارث، ومع التجديد بقى مع الحياه الجديده كل واحد بيدخل الجديد في قلب العمل. فصالح سليم دي بصمته في قلب النادي، يكفي ان ليه تمثال عندنا في قلب النادي، دي كفايه لوحدها. انا افتكر له موقف في الملعب، يعني الناس دايما بتقول عليه يعني جامد وشخصية قوية وكده. هو كان الأهلي بيلعب الزمالك وهو نازل، وكنا احنا قاعدين في مدرج
جنب اوضه اللبس وهو نازل يعني. فواحد من الجمهور بيقول له يا كابتن النهارده بقى يومك وبتاع، فبقى يهزر معاه يقول له ايه سمعني شعبي فبيضحك غير ما بتشوفه في اي حته تانية ولا اي حاجه. وساعه الانتخابات يمكن اخر مره انا فاكر دخل هو من الباب من ناحيه المرسى دهوت، والجمهور كل طبعا اللي بينتخبوا في اليوم ده جريوا عليه، فهو من الزحمه طلع في البلكونه اللي فوق ديت وبتاع، وبقى يكلمهم من فوق وبتاع. ويعني دي يمكن اخر رؤية ليا انه هو بيكلم الناس من فوق يعني. انما الكابتن صالح ده يعني لما الواحد يقعد يتكلم عليه مش هيخلص يعني. هذا الرجل اللاعب الوحيد اللي في مصر اللي جات له الجرأة يخش يلعب البنالتي فيبصيه، وبصاه للمرحوم محمود الجهري، واخد بالك، لدرجة ان الحكم لما بص الكورة وداخل الجهري من بره ال 18 شاطها وجاب الكورة جون، الحكم بقى متردد. اللاعب حافظ القانون اكتر من الحكم، يباصي بنالتي ده ما فيش في العالم حتى حد اتجرأ الا حديثا بس السنة اللي فاتت ولا حاجة اتعملت. ادي صالح سليم، صالح سليم اللي كان يعني تشوفه يعني يناطح الهرم في كبريائه، كان بسيط جدا، كان محب للناس كلها. اما كان يجي الملعب يسلم على عمال غرف اللبس قبل ما يسلم على اي حد في الملعب. أحاديث المسؤولين على مدار تاريخ النادي الأهلي في إدارة النادي، رؤساء النادي اللي تولوا المهمة بشكل متعاقب، الكل كان بيتكلم مع وسائل الإعلام، مع الصحفيين ونقاد رياضيين في الحوارات وفي الحوارات التلفزيونية وإن كانت قليلة، لأن دائما أبدا رؤساء النادي الأهلي عندهم حرص على عدم الإكثار من الظهور إلا وقت الضرورة ولما يكون في حاجة تستحق الظهور والحديث للرأي العام، بعيدا عن شكل العمل اللي بيتم داخل كواليس مجلس الإدارة ومن خلاله بتتم قيادة النادي. كانوا مدركين إن في قرارات زي القرارات اللي بنتكلم عنها وبنشير لأمثلة خاصة بيها، إن لاعب متميز لا يتم التجديد له أو مجموعة لاعبين يتم إنهاء التعاقد معهم في مرحلة من المراحل، النادي رؤيته إنه الأفضل عملية إحلال وتجديد واستبدال لهذه العناصر بعناصر شابة أو تجديد الدماء، أو فكرة القرارات الصارمة والحاسمة زي الأمر اللي أشار له زميلي أمير هشام، نتكلم كمان في أمر حاسم قمة عام 85 أمام الزمالك في كاس مصر وإيقاف 15 لاعب من نجوم الفريق الأول. الكل كان بيدرك وبيعاقب على هذا الأمر إن ده مزعج للرأي العام، مش سهل تقبله، مش سهل استيعابه، إنه كمان كان بيخوف الجماهير أو بيشعرها بدرجة من التوتر أو القلق قبل اللقاءات المهمة للحسابات الفنية الخاصة بكل لاعب وبعدد من النجوم بقى لو كان هيتم استبعادهم في قرار واحد. لكن في النهاية كانت بتأتي ردود الأفعال على المدى البعيد بشكل إيجابي جدا، لأن الكل بيشوف إن مردود القرارات دي أفضل على النادي وعلى استقراره وعلى نتائج العمل فيه، وبتضرب أمثلة للمواسم اللي جاية وللنجوم القادمين والأصغر سنا إنه لن يكون أحد في المقدمة أو يوضع كأولوية قبل اسم النادي ومصلحة النادي ورؤية النادي، حتى وإن قدرنا جميعا أو احترمنا قيمة كل لاعب وإنه متميز فنيا أو مؤثر في صفوف الفريق، وإن في نجوم يعتبروا كي بلايرز في العالم كله لهم معاملة خاصة ولهم حسابات خاصة، ولكن في النادي الأهلي الكيان قبل الجميع مهما كان مستوى اللاعب اللي بنتكلم عنه أو مجموعة اللاعبين اللي بنتكلم عنه. خلونا نشير لبعض الشخصيات اللي ارتبطت ارتباط وثيق بالكابتن صالح سليم. الكابتن عبدو سليم هو الهداف التاريخي لمنتخب السويس، وشارك مع السويس في مواسم عديدة بالدوري الممتاز، وكان زميل للكابتن صالح رحمه الله في منتخب مصر ورفيقه في مختلف الرحلات وزميل الغرفة أيضا في المعسكرات. خلونا نعرف قبل ما نتوقف مع التقرير التالي تفاصيل أكتر عن الكابتن عبدو سليم من زميلي أمير هشام. طيب قبل ما نتكلم عن كابتن عبدو سليم اللي كان زميل الغرفة الدائم للكابتن صالح سليم في كل معسكرات المنتخب الوطني، وأكيد عنده العديد من الكواليس اللي هنسمعها من خلال التقرير
القادم. لكن خلينا نقول ايضا جزئيه مهمه جدا، الكابتن صالح سليم احترف يعني موهبته لفتت انظار الفرق الاوروبيه، واحترف بالتحديد في النمسا موسم 62-63 وبالتحديد فريق جراتس النمساوي. الفريق ده كان بينافس على البقاء في بطوله الدوري، لكن كابتن صالح سليم راح طبعا بمساعده كل زمايله اللي كانوا متواجدين معاه في هذا التوقيت في فريق جراتس النمساوي، نقلهم ان هم يكونوا بينافسوا على التواجد بس في بطوله الدوري، ان هم ينافسوا على البطوله نفسها. ودي كانت شيء مهم جدا، وكان موسم مهم جدا في تاريخ كابتن صالح سليم. بعديه مباشرة بعد انتهاء هذا الموسم عاد للنادي الأهلي عشان يواصل مشواره مع الفريق حتى موعد اعتزاله عام 66 أيضا. ده أو دي كانت تجربة احترافية مهمة مميزة جدا لكابتن صالح سليم. لكن بما اننا بنتكلم عن كابتن عبدو سليمه، هو الهداف التاريخي لمنتخب السويس واللي كان بيلعب في الدوري الممتاز فتره من الفترات اللي كان متواجد فيها كابتن صالح سليم في ارض الملعب كلاعب كره قدم، هو كان الزميل الدائم للكابتن صالح سليم وصديقه الصدوق في كل المعسكرات وكل الكواليس اللي كانت ما بينهم خلال معسكرات المنتخب الوطني في مختلف البطولات اللي هم كانوا بيشاركوا فيها. بالمناسبه خليني اقول لكم كمان ان كابتن عبدو سليم ما اتكلمش قبل كده خالص في اي قناه تلفزيونيه، ولا قال اي قبل كده اي كواليس حصلت ما بينه وبين كابتن صالح سليم، لكن احنا استطعنا ان احنا نروح للسويس بالتحديد ونشوف من خلال هذا التقرير التالي كابتن عبدو سليم صديق الشخص اللي كابتن صالح سليم بيقول عنه ايه وعن كل الكواليس اللي كانت ما بينهم. بعد التقرير مباشره هنرجع لزميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي وفقره حواريه هامه وخاصه جدا مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ سعيد وهبه بعد هذا التقرير. صالح سليم كان ميزته الصدق مع نفسه ومع الغير، يعني لما كان بيتعامل معانا كلاعيبه كلنا كان هو بيعرف مين الصادق ومين اللي بيكذب. يعني كان يا يحبك يا ما يكلمكش، ما فيش عنده نص نص، يعني يحكم كده يا ده كويس يا ده وحش. نص نص دي ما كانش يعرفها الحقيقه، وده يمكن من اسباب نجاحه بعد كده في الناحيه الاداريه وتكوين شخصيته كانت كده. يعني كان جد وفي صرامه في وقت اللزوم، يعني هذه كانت من اهم حاجه عنده الصدق، ما يكذبش ولا يحب كذاب ولا يتعامل مع كذاب. دي حاجه لمسناها وانا شخصيا يعني على قد معرفتي فهمته أو عرفت ان الراجل ده بيقدر يخلي مين جنبه ومين ما بقاش جنبه بسهوله كده. كان صالح كمان انت في كان طارق كان يعني كان معانا يمكن في المرحله سننا زي بعض او مرحله الثانويه كنا مع بعض في مراحل الثانويه، كان هو سعديه ثانويه انا بورسعيد ثانويه. ف انا زي ما بقول لك يعني اهم ميزه دي كان فيه ان هو كان صادق لما بيتكلم على حاجه يقول لك هي بالظبط، ما يعرفش مثلا مش متلون، يعني خد بالك. دي كانت يمكن ما حدش يحبها او حد يكره الشخصيه اللي هي ايه انك انت تبقى صريح زياده عن اللزوم، وانا يعني اعرف فيك حاجه مش كويسة بتجنبك. هو كان من النوع ده، لما يعرف حاجة في أي حد يعني ده كذا بتاع ما كانش يتكلم معاه، ما تلاقيش يقعد معاه. فكان هو بصراحة في وضوح وفي يعني عشان تبقى جنبه تبقى أنت قريب منه في الحتة دي. دي كانت أهم حاجة ميزة عنده. هو كان عنده القيادة في 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 شخصيته، كان عنده كاريزما يعني في حته القياده،
يعني تبص له ولما بيقول كلمة ما يرجعش فيها، يعني هو الكاريزما بتاعته في شخصيته دي كانت واضحة، الوضوح، ما يعرفش يخبي حاجة أو أي حاجة ممكن يكتشفها في حد يقول لك كذا، مش هيقول لك، مش هيتجنبك، مش هيكلمك. فهو دي كان فيه ميزة وضوح وصريح زيادة عن اللزوم. الجمع اللي بيكون صالح سليم مع كابتن حلمي أبو المعاطي وأنا أصغر منهم، ما أقدرش أنا أهزر معهم، لكن هم لما كانوا يهزروا مع بعض فممكن يعني الواحد يبعد على الكرسي يقع من الضحك من على الكرسي، لأن هم يعني كان في تقارب في السن وفي صداقة. لكن أنا شخصيا ما أقدرش أهزر مع ده، ولا إنما يعني كنت الاثنين كانوا يحبوني، ولو مش موجود أسأله عليه عبده، حتى لو أنا موجود فوق مثلا في الأوضة ولا بتاع يبعتولي وأجي، كان حب إله يعني كده وتقرب إله يعني الحقيقة. يعني في أي معسكر برضو لا يقول لك تعالى ببقى معاه، فدي حاجة أنا ما فرضتهاش، لكن هو اللي خلى هو اللي عملها، يعني اللي خلاني أحبه أكتر دايما هو يعني أي معسكر متواجد فيه عبد السليم. عبد السليم من هنا أنا ما أقدرش، لازم تحبه. وحتى احنا كنا بطلنا كوره في سنوات هجره، كنت دايما كنت اروح النادي الاهلي، كان هو ماسك مدير كوره ايامها، وفؤاد شعبان الله يرحمه كان زميله صديقي، كان مدرب في الجهاز، فكان هو مدير كوره، كنت اروح احط اجيب لي كرسي اقعد جنبه يقعد يحكي لي، يكلمني يعني يكلمني عن النادي الاهلي ويكلمني على المشاريع اللي عاوز اعملها و و و و فكان انسان يعني ودود للي يقرب منه. إنما أنت لما تكون بعيد ممكن تقول شخصية صارمة، لأن كان ما يكلمش أي حد، وهو كان صارمة في الحق. الملعب ده كان اسمه اتحاد السويس. اتحاد السويس ده اللي احنا لعبنا، اللي أنا لعبت له من سنة 57، وده الملعب اللي لعب عليه كابتن صالح والنادي الاهلي طبعا. بس كان في ذكرى ان عبود باشا رحمه الله عليه، عبود باشا كان رئيس النادي الاهلي، وجاء الماتش اللي هو كانت سنه 58 اذكر او 59، وكان صالح طبعا وعبد الوهاب وطارق والفناجيل، وكان الدزو مع الاهلي، وكان عبد الجليل كان الجول. الماتش ده كان يوم تقدر طول عيد. ابو البشر لما بيجي في مكان زي ده حاجه، يعني ابو البشر يعني كان يعني من الناس كبراء مصر يعني، وتاريخ الحقيقه يعني تاريخ رجل صناعه وادى مصر كتير يعني. فكان الملعب ده حجمه ماتشات كوره من اجمل ما يمكن. ما كانش للأسف كان فيه تسجيل تلفزيوني ولا بتاع، يعني كان ماتشات كورة لو مسجلة كنت تحب تتفرج عليها لغاية دلوقتي. هو كان صالح كان اليوم ده كان موجود، وعبد الوهاب كان موجود، وطارق كان موجود، وحتى يوم ما احنا عملنا ماتش كويس انما خسرنا نتيجة 2-1 يعني. انما كان النادي الأهلي حاجة طول عمر النادي الأهلي يعني. وأنا المتشكر، وطبعا أنا كنت أتمنى أن أكون يعني مستقبلكم أول واحد في السويس، وأنتوا شرفتونا،
وقناة الأهلي قناة الواحد بيعتز بها لأنها تحمل اسم أكبر نادي في مصر. بحضراتكم مرة ثانية، لسه معاكم من خلال الأهلي الليلة، وهذه الحلقة الخاصة اللي بنحتفل فيها بذكرى مولد الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. يسعدنا في هذا الحوار أن نستمع إلى الكثير من الأمور والتفاصيل والحكايات عن مشوار وسلسلة النجاحات التي حققها الكابتن صالح سليم رحمه الله من خلال هذا الحوار على شاشة قناة الأهلي مع الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير جريدة الدستور سابقا الأستاذ سعيد وهبة. والأستاذ سعيد وهبة غني عن التعريف بمشواره في العمل الصحفي وفي مجال النقد الرياضي، وكان أول من أسس صحيفة رياضية يومية في العالم العربي كانت بعنوان الجماهير الرياضية اليومية وتأسست عام 1984. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة، أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك. ربنا يخليك، أنا سعيد أكثر. من أين نبدأ عندما تحب أن تتحدث عن الكابتن صالح سليم؟ تحب تبدأ منين في مشوارك وتعرفك به؟ أنا يعني شفت كابتن صالح سليم في الملعب وأنا صغير. أنا لعبت فترة قليلة تحت 18 سنة في النادي الأهلي سنة 66. في الوقت ده كان صالح سليم تقريبا يعني في أواخره بيشطب، فكنا كان الكابتن مصطفى حسين بيمرنا أحيانا ورا الجون والفريق الاول بيتمرن، وكنت بشوفه بينزل قبل يعني قبل الفريق ما ينزل، هو ينزل يتمرن لوحده هو الكابتن عادل هيكل، وشفته بيراهن عادل هيكل ان هو يشوط ضربات جزاء وينشن على العارضه، تقريبا شط 8 او 9 ضربات جزاء جاب منهم 7 في العارضه، يعني كان حريف كبير، وكان ظريف جدا مع الاشبال، يعني معانا احنا كان يعني لطيف جدا على عكس ما كنا شايفين ان هو حاجه جامده جدا ويخوف وبتاعه ومرعب. كان سنه كام استاذ سعيد؟ 66. ده كان خلاص اوشك على الاعتزال، كان يعني كان بيشطب تقريبا يعني. وشفته في الاداره بعد كده، انا صحفي وهو في الاداره في مجلس، مش في الاداره، هو كان مدير كوره سنه 70 في مجلس دكتور ابراهيم الوكيل، وده كان مجلس كان بيضم فطاحل وعمالقه كتير قوي زي فكري باشا اباظه، زي المهندس عبد المنعم وهبي. عبد المنعم وهبي ايامها ده حد من رموز الاهلي الكبار جدا، كان ايامها رئيس الاتحاد الدولي لكره السله لدورتين، كان في الدوره الثانيه من الاتحاد الدولي لكره السله. كان في عبد العظيم عاشي واحد من مؤسسين كرة السلة في مصر مع عبد المنعم وهبي، مجلس يعني كان بيضم شخصيات كبيرة جدا ومهمة جدا، واختاروا الكابتن صالح مدير كورة بعد 2 يعني جابوا ده في بداية 71، وكانت الكورة متوقفة بعد نكسة 67 أربع سنين كاملة، وكان في كلام إن الكورة هترجع اعتبارا من اكتوبر القادم. طيب انا عايز اكمل مع حضرتك. نعم. السيره والمشوار اللي حضرتك تابعته واحتكيت بيه بحكم عملك الصحفي منذ انطلاقه الكابتن صالح رحمه الله في المجال الاداري سواء اداره الكره او العمل في مجلس الاداره، ولكن خلينا ناخد مع حضرتك الجانب اللي المشاهد مستني يسمع ذكريات حضرتك عنه ومعرفتك بيه وتقييمك له في نجاحاته كلاعب، مشواره كلاعب منذ عام 1944 انضمامه كناشئ ثم مشاركته مع الفريق الاول 48 وصولا الى لحظه اعتزاله موسم 66 67. كيف تصف اللاعب صالح سليم، مشواره ونجاحاته وما حققه وقدراته كلاعب؟ لا هو طبعا قدراته هو لاعب من اللاعبين القليلين جدا اللي بيتمتعوا بمهاره عاليه جدا يعني، وفي مواصفات النجم الكامل او اللاعب الكامل، سيبك من الكاريزما وشكله في الملعب، يعني كان هو ستايلست في الملعب تشوفه من بعيد خالص ده صالح سليم اللي بيجري بالكوره وباصص فوق وبيشاور هنا وهنا، لذلك كلمه المايسترو ما كانتش جزافيه اطلاقا، وكان يعني كان من اللعيبه اللي تجري بالكوره شايف كل الملعب، يعني رافع راسه فوق وبيجي بيبص زي كده النجوم الكبار زين الدين زيدان دي ستيفانو الاسماء الكبيره، شكله في الملعب مميز جدا مميز جدا جميل. 2 مهاراته الفنيه كل المهارات اللي يتمتع بها لاعب كوره، يعني في لعيب
تبص تلاقي مهاره الهيدر الضربات الراس عنده عاليه قوي، بس الشوتينج مش قوي، المراوغه مش قوي. ده كان في كل المهارات ممتاز. شويت وفي على فكره في شريط لماتش الاهلي منتخب الاهلي والزمالك مع توتنهام، وشايط كره تقريبا من 40 يارده جت في العارضه في الماتش ده. ده بيتذاع كتير، بس بكل اسف معظم الماتشات المهمه دي اتمسحت. شويت وينشن زي الرصاصه، يعني زي ما في نشن كان. الاهم من كده بلاي ميكر على مستوى عالي جدا جدا، هايل كبلاي ميكر. اي لعيب رؤيته للملعب، رؤيته للملعب وصناعه الاهداف. يعني اي مهاجم كان يحب يلعب جنبه، لان على طول يوصله المرمى بسهوله. هو نفسه لو جات له كوره يعني يقدر يتصرف بيها يراوغ، وكان شكله جميل وهو يعني ستايله كلاعب كان مميز. ستايله كان مميز، وطريقه حتى يعني المخادعه بتاعته والخداع وكلام تحب تتفرج عليه. يعني زي ده يعني سوبر ستار، زي النجوم الكبار قوي، تحب زي الممثل المسرحي اللي تشوفه على المسرح حتى لو ما اتكلمش فليه حضور قوي جدا. لو غاب عن المسرح تحس ان في شيء مهم جدا غايب. ده النجم او الـ او الـ او الـ او الستار السوبر ستار اللي حضوره قوي جدا. زي بنسمع حضرتك كمان وكلامك عن الكابتن صالح، بنشوف لقطات مع مشاهدينا على الشاشه من المباريات المسجله من مشوار وتاريخ. متهيألي هو في الماتش ده شاط كوره من بعيد، اعتقد ده الكابتن طه اسماعيل. وبعدين هو من حوالي 40 يارده وعامل صاروخ. بعد شويه هنشوفها ان شاء الله، هنطلبها لو زملائنا. اللقطه موجوده من اللقطات المعده لعرضها في حلقه النهارده، اكيد هيعرضوها على حضرتك وعلى مشاهدين. يعني حضرتك بتتكلم انه من المواهب الاستثنائيه جدا في تاريخ الكوره. جدا هو بلاي ميكر وهداف، ودي نادره. يعني قليل قوي يبقى البلاي ميكر من يعني من الهدافين. هو ضيف لعيبه قليلين جدا في اللعيبه المصريين زي كابتن رفعت فناجيلي كان بلاي. دي اللقطه اللي حضرتك بتتكلم عنها، هم بيقولوا لي بيعرضوا اللقطه دلوقتي اهي في تسديده، مش عارف دي اللي حضرتك بتتكلم عنها ولا لا، من مسافه بعيده جدا. ادي واحده بالظبط. ايوه هي دي من حوالي 30 يارده تقريبا، وبرجله الشمال اعتقد. كان بيلعب برجليه الاثنين. يعني هو هي دي تقريبا، اعتقد هي دي. موه وبشماله حوالي 30 يارده، فجاب جوان كده كتير. اثنين، هو عامل ريكورد في تاريخ الدوري العام، اكتر لعيب جاب سجل اهداف في مباراه واحده. الاهلي والاسماعيلي 8-0، هو جاب 8 جوان. 7 تجوان من الثمانية؟ تقريبا 7 تجوان من الثمانية. 7 أو 8 مش النهاردة أعتقد من المعلومات اللي بدأنا بيها الحلقة. 7 أهداف من الثمانية، ده ريكورد ما حصلش في مباريات الإسماعيلي تحديدا. ما فيش حد جاب الريكورد ده، ولا أعتقد في الدوري ما فيش حد جاب 7 أهداف في مباراة واحدة. اثنين، كان يعني متعاون جدا في الملعب مع زملائه، وكان مسؤول في الملعب. يعني بمعنى إن هو احسن من احسن الكباتن اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. يعني كابتن فرقه، يعني قائد، مواصفات كل مواصفات القياده موجوده فيه، موجوده في شخصيته. فده بيبان في الملعب. انت لو شفته في الملعب تقول ان ده بعد كده هيبقى قائد كويس بره الملعب. الملعب دايما بيدي انعكاس للشخصيه، المشوار اللي هيخوضه بعد ما ينهي مشواره كلاعب. يعني في لعيب في الملعب تلاقيه خواف شويه، بتلاقي شخصيته بره الملعب يعني ما هوش. وفي لعيب تحس ان هو عنده شخصيه قويه، فتحس ان هو في الحياه العامه هيكون ناجح جدا، هيكون ناجح وعنده شخصيه وكده. صالح اللي يشوفه كان في الملعب في الايام دي هيتنبأ ان هو ده هيبقى شيء. هل هنا حضرتك بتقول للمشاهدين ان شخصيه الكابتن صالح سليم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كانت لها انعكاساتها منذ بدايه مشواره في الملعب؟ طبعا باينه في الملعب. باين ده في يوم من الايام لازم هيبقى اداري كويس، هيبقى مدير كره كويس، هيبقى عضو مجلس اداره كويس، لو تولى اي مسؤوليه هيبقى كويس. لان هو كان كده، هو كابتن الفريق. يعني كان دايما مش متحمس، بس سهل جدا انك تلاقي لعيب متحمس للفرقه، لكن ده كان بيتصرف كقائد فعلا، وكان مع اللعيبه وبشهاده كل اللعيبه، وكتير منهم حكوا لي من الجيل بتاعه ان هو يسال عنهم هتعمل ايه، عملت ايه، يسال عن مشاكلهم، لانه كابتن الفريق. مش يعني اختصاصه مش داخل الملعب بس، طبعا هو داخل الملعب شخصيته قويه،
ارجع روح تعالى بتاع، لكن بره الملعب حتى بمارس دور القيادي الصح. وبعدين ابدا بنفسك صالح حسين شعار، ابدا بنفسك في كل شيء، يبدا بنفسه فيدي قدوه. يعني هو صالح حسين ده الرول موديل لكل لعيبه النادي الاهلي على مر التاريخ، على مر التاريخ. يعني حضرتك بتقول انه كان بيشعر كمان بمسؤوليه اجتماعيه عن اللاعبين ومسؤوليه اجتماعيه، وانا عارف فيهم حكول يعني 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 في حد فيهم الله يرحمه يعني حد هو كان زعله مره، زعله مره في الملعب لانه عمل حاجه مش مظبوطه او لعب كره غلط وكلام ده، فكان لعيب كان منطوي شويه وما رجعش يعني راح فما رجعش التمرين اللي بعديه، فهو راح زاره في البيت وخد له قماش بدله، وده كان يعني كان اللعيب ده كان صديق يعني، فهو اللي صلاح ما حكاهاش بس هو اللي حكاها لي، قال جاب لي قماش بدله شارك ستين ايامها كان في الستينات، دي حاجه جامده جدا اشيك حاجه في الوقت وصالحه وكلام من ده، فكان رقيق جدا في الحاجات. فانا بقول لك العناصر كامله او عناصر القياده الكامله كانت فيه، عنده مواصفات كده ربانيه. انا مره سالته لان شفته مره انضرب في ماتش وخرج يزحف وجمي عشان يشيله ما رضيش حد يشيله، كان يعني ايه مش زي اللعيبه اللي تخبط خبطه كده فينزل يتمرمغ في الملعب ويموت وبعدين يطلع يقوم بعد 10 ثواني يجري، لا ما كانش بيمثل وكان بيعتبرها عيب ان 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 ان, إن, إن اللعيب يعني يعني تتنافى مع الرجوله. زحف اتضرب في منطقه الجزاء فقعد يزحف لغايه لما خرج منطقه الجزاء، خرج بره الملعب، خرج بره الملعب عشان يدي فرصه لزملائه ان هو يكملوا الهجمه وكده، وبعدين جم عشان يشيلوه فقام يتعكس ما رضيش يتشال على نقاله وكده، جزء ده جزء من شخصيته. وانا مره حتى بقول صارم قوي مع نفسك يعني انت جايب الصرامه دي منين؟ قال لي انا شفت، قال لي هقول لك حاجه شخصيه، قال لي ابوه كان والده كان واحد من اساتذه الطب يعني كان دكتور امراض جلديه مشهور، جاله مرض ان هو ما ينفعش يستعمل مكنه الحلاقه، فقول لي كنت بشوفه بالحلاوه بتاعت السيدات دي يعمل كده الحلاوه ويشيل شعر دقنه من غير ما وشه يتاثر، انا طفل صغير فشايفه وعارف ان دي مساله عنيفه جدا، جربتها مره في ايدي وكده بلعب وحاجات زي كده فلقيتها صعبه قوي، فلقيت ابويا بيشيل دقنه كلها بيجيه ويعمل كده وبتاع لكن مش متاثر ومش متضايق، فحسيت ان هو يعني ايه ده بيعمل عمل صعب قوي بس يعني قاسي قوي مع نفسه بس ما بيتألمش وما بيتقوهش وبتاع، فالانسان يجب ان يتعلم انه ما يعكس الالم ان هو ان هو ما يتألمش بسهوله يعني ما يتألمش بسهوله يعني يتحمل، يبقى عنده جلد وعنده كده. حسب كلام حضرتك بتقول انه كان من اللاعبين او النجوم اللي بيشوفوا ان اللي يدعي الاصابه ان ده امر منافي لفكره انه لاعب او رجل، منافي للاخلاق ومنافي لكرامته وكلام من ده. يعني ده جزء. كان مثلا مدير الكوره كان جه كابتن علي زيور في وقت من الاوقات مسك مدير الكوره لما الفرقه اتهزت شويه، وكان صارم جدا وكان قوي جدا من يعني من اقوى مديرين الكوره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، فكان بيعتمد على صالح سليم اعتماد كلي ان هو ينفذ تعليماته، وقال علي زيور كابتن علي زيور حكى لي يعني قال لي ده حاجه ما حصلتش، قال انا مره رايح كان في ماتش الاهلي والزمالك على ملعب مختار التتش، قال لي بقى اروح الصبح الساعه 10 الصبح اتمم على الحاجات اوضه اللبس بتاع اللبس بتاع استعدادات المباراه اللبس بتاع اللعيبه موجود، فلقيت ده طالع من تحت الدش يعني بالفوطه وكلام من ده، هو الوحيد اللي طبعا ملعب فاضي ما فيش ولا واحد موجود الساعه 10 الصبح، يا صالح ايه اللي جايبك دلوقتي؟ قال لا كنت بتمرن بسخر وبتمرن وكان بستعد للماتش، قال له طب يعني انت واخد دش في كان بيقول كنا في عز الشتاء ودرجه يعني درجه الحراره تكاد تكون 9 10 كان اليوم برد جدا، وده بيستحمى ميه ساقعه وبيأدي واجبه عشان بيستعد للماتش، فبيقول ده انا ما شفتهاش في لعيب في لعيبه اخرين يعني في جيله كله في جيله كله يروح بدري بالشكل اهتمامه بالماتش ويجهز نفسه زي قبل الماتش، فهو رول موديل يعني هو نموذج قدوه ونموذج ومثل اعلى لاي لعيب في كل حاجه، بعد كده بقى هو ده النموذج. هنرجع نكمل كلامنا ومشوار كبير من النجاح للكابتن صالح سليم، لكن نتوقف مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه ومع حضراتكم لمتابعه هذا التقرير عن مشوار ونجاح اللاعب صالح سليم.
عرف صالح سليم طريق كرة القدم منذ صغره، فكان مولعا بها ويعرف قيمتها جيدا. انضم لفريق مدرسة الأرمان الإعدادية ثم منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعيدية. بعدها التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944. لم ينتظر المايسترو كثيرا حتى يثبت أنه لاعب كرة مميز، حيث صعد للفريق الأول بالأهلي في نفس الموسم الذي التحق بفريق الناشئين. لعب أول مباراة رسمية أمام النادي المصري نوفمبر عام 1948، سجل هدفا في أول بطولة للدوري العام موسم 48-49. في منتصف موسم 62-63 انتقل للاحتراف في فريق جراتس النمساوي، عاد في نهاية الموسم لاستكمال مسيرته الناجحة بالأهلي. كما كانت أول مبارياته الرسمية مع الأهلي في شهر نوفمبر عام 1948، كانت آخر مبارياته في نوفمبر عام 1966 أمام نادي الطيران بالدوري العام. تعد أبرز إنجازاته مع النادي الأهلي هي الفوز بأحد عشر لقبا في بطولة الدوري العام، وثمان بطولات لكأس مصر وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وبطولتين لدور القاهرة 1950 و1958، ليصل عدد بطولاته مع النادي الأهلي إلى 22 بطولة. على المستوى الدولي انضم صالح سليم للمنتخب الوطني عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960. سجل المايسترو 110 أهداف خلال مسيرته مع النادي الأهلي ونادي جراتس النمساوي ومنتخب مصر. كما حقق صالح سليم إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز 7 أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي في مباراة أحرز فيها الأهلي 8 أهداف. كان أبرز ما قيل عن صالح سليم ما قاله نجم جيله سيد الضفوي حين قال: صالح سليم هو من جعل للاعب الكرة قيمة. أستاذ سعيد وهبة، بعد ما تابعنا مع حضرتك ومشاهدين هذا التقرير في ختام مشواره كلاعب النجم الكبير الكابتن صالح سليم رحمه الله، أهمية الخطوة اللي خاض فيها تجربة الاحتراف الأوروبي من خلال بوابة نادي جراتس النمساوي لتكمل الصورة المتكاملة لخبراته كلاعب كرة قدم. هو جه في وقت من الأوقات ما كانش بيلعب أساسي في الأهلي، مش أساسي يعني، ما كانش بياخد وقت كافي، وكان في ناس كان بيطالب ان هو يعتزل، يعني كفايه بقى كده واعتزل وبتاع وحاجات زي كده. فحب يثبت ان لا، المساله ما هيش كده خالص، فحب يعمل تغيير في حياته، فوافق او قبل عرض من جراتس النمساوي وراح لعب هناك وعمل انجازات كبيره جدا، يعني كانوا هناك طايرين بيه. هو طبعا عمره 32 سنه تقريبا، 32 ايوه تقريبا 32 33 سنه. وبعدين هو بيشوفوا لعيب مصري هداف وستايليست وشكله طبعا عنده كاريزما عاليه وسيم ونجم، ممكن يبقى نجم سينمائي وبتاع، فكانوا مبهورين بيه وكانوا بيسموه الفرعون. فما استمرش كتير وقعد موسم واحد وجا فيه اهداف كتير وكانوا عايزين يستمر اكتر من كده، لكن هو بيقول انا موجود ولا اديني احترفت بره، يعني بيصدر لسان بعض الناس. ما هو ما كانش يتكلم، لكن هو كان بتاع إن أنا لسه قادر على العطاء، لكن هو كان بتاع شغل، هو من النوع اللي بتاع شغل مش بتاع كلام، يعني بيقدم نفسه زي ما قلت لك قدوه في كل حاجه، فيبدا ويسيب الناس تتكلم. فهو طبعا
بعد كده يعني مرت ايام كتير جدا على الموضوع بتاع جراتسي ده. كابتن محمود الخطيب بعد ما اعتزل جاله عرض من النمسا وجوله لغايه هنا وقالوا له عايزينك تلعب طب موسم واحد. فالمساله يعني محمود الخطيب يعني ده اسطوره في تاريخ يعني ده الاسطوره بتاع تاريخ الكوره في مصر كلها. وحتى صالح نفسه انا ما شفتش لعيب زيه يعني. فالمهم شاور عقله كده فقعد يتمرن حوالي اسبوعين ثلاثه عشان يحترف. بس قبل ما ياخد الخطوه دي راح لصالح قال له انا عايزك في موضوع مهم وراح له قابله في المكتب بتاعه. طيب عفوا المقاطعه استاذ سعيد قبل ما نسمع رد كابتن صالح ونصيحته في الوقت ده اللي اسهمت فيه ان يتخذ الكابتن محمود الخطيب قراره بالاحتراف من عدمه. معانا من النمسا معانا على الهاتف الدكتور محمد عزت جويد الطبيب المصري المقيم في النمسا وكان من الاصدقاء المقربين للكابتن صالح سليم خلال فتره احترافه في دوري كره القدم في النمسا. دكتور محمد عزت جويد مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم اهلا بحضرتك واهلا بكل من معك. معانا طبعا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه وهو سامع حضرته. ايوه اهلا وسهلا مستر سعيد. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. دكتور محمد واحنا النهارده بنحتفل بذكرى مولد الكابتن صالح سليم رحمه الله، ايه الحاجات اللي دائما ابدا تتذكرها في هذا الوقت وفي هذا التاريخ من كل عام عن صداقتك بالكابتن صالح ومعرفتك بيه على المستوى الانساني وقدراته ايضا كنجم من نجوم كره القدم؟ الله يرحم المايسترو. انا كنت اقول له دايما يا مايسترو. وصالح الله يرحمه تعرفت بيه سنة 54. هو بينه صالح مواليد 30 أنا مواليد 38 وأنا كنت سنة 54 بالصدفة وكان معايا الله يرحمه رأفت عطية لو تفتكروه. طبعا الزمالك المحترمين جدا طبعا. وبالصدفة تقابلنا مع صالح سليم وعرفني بيه. وبعد كده لم أرى صالح سليم لأن أنا سافرت 56 إلى النمسا للدراسة وقابلت صالح لما جه سنة 62 وقعد في الدور 62-63 بيلعب في نادي براد. صالح كان إنسان محترم جدا، كان إنسان لاعب ممتاز، يعني لاعب يعني موهوب في لعبه، ولا كان بلاي ميكر، وفي نفس الوقت كان هداف جامد. الأستاذ سعيد بيقول إنه كان ناجح جدا في الموسم الاحترافي في اوروبا 62-63. تمام. احنا شفنا له 6 ماتشات هنا لعبهم ودخل فيهم 3 جوال. يعني كل ماتشين تقريبا كان بيدخل جون وكنا بنستقبله دايما. كان معايا مجموعه كبيره كنا بننزل الملعب نديله ورد ونسلم عليه ونعمل له يعني هيلمان جامد جدا. وكانوا بيكتبوا عنده في الجرايد كويس قوي. كان ناجح جدا، كان يعني حريف. صالح كان حريف الله يرحمه. طيب والصداقه اللي اتكونت في الوقت ده يعني الحاجات اللي حضرتك دايما بتتذكرها ومرتبطه في ذهنك يا دكتور محمد بالعلاقات الانسانيه والجانب الانساني والاجتماعي في شخصيه الكابتن صالح سليم؟ اولا انا اللي كنت يعني كان معانا الدكتور محمد شفيق وكان هو معه يعرف صالح اكثر مني وكنا بنتقابل مع صالح دايما. كان بيجي عندي البيت مرتين ثلاثه وكنت يعني انا كنت لسه متجوز جديد 62. الراجل محترم جدا وعنده جانب انساني جميل جدا. كان في ناس بتفتكر صالح ان هو متكبر وما كانش متكبر، هو كان يعني حريص شويه في علاقاته وكان يساعد الشباب. كنا احنا فريق كوره هنا 3 سنين خدنا بطوله الدوري بتاع النمسا في يعني اللي هم ايه بيسموهم الغرباء كويس المغتربين بالظبط كده. وكان صالح يجي يقف معانا واحنا بنتدرب ويساعدنا ويقول لنا اعمل كذا واعمل كذا، يعني في منتهى الجمال. ويعني هقول لحضرتك حاجه، صالح ما تنساش حضرتك اسمه جميل جدا، اسمه محمد صالح محمد سليم. وعندنا محمد صلاح موجود دلوقتي، ففي تشابه بين الاثنين. صالح عمل اول احتراف لمصري في الغرب واثبت جدارته في كل شيء، واثبت جدارته في ادبه في الملعب واخلاقه العاليه في الملعب وقيادته اللي هو كان موجود فيها يلعبها وهو في الاهلي، قاد الاهلي لحاجات كثيره، قاده وهو كمان رئيس للاهلي
الى حاجات. لو حضرتك في ختام هذا الحوار يا دكتور محمد بتحب توجه رساله لكل اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي، يعني الحاجات اللي حضرتك شايف ان ممكن الاقتداء بيها دائما ابدا بالكابتن صالح سليم، ما هي؟ اولا اخلاقه كلاعب، اولا رجل كان بيحترم اللعبه وعمل للفريق للي بيلعب كوره قيمه. قبليه ما كانش فيه قيمه لعيبه الكوره، هو عمل للي بيلعب كوره قيمه، وكان يعني لنا كلنا ايدول لنا، يعني كنا كلنا بنبص له كده انه احنا نتمنى ان احنا نوصل زيه، نتمنى نبقى في اخلاقه، نتمنى نبقى في قيادته، سواء في قيادته في الملعب او في قيادته بعد كده في اداره النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك جدا على مشاركتك معنا، وان شاء الله في اقرب فرصه ومع اول تواجد لك في بلدك في مصر ان شاء الله نسعد بتشريفك وجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. الدكتور محمد عزت جويد الطبيب المصري المقيم في النمسا وصديق الكابتن صالح سليم، شكرا جزيلا لك. تعقيبك على كلام الدكتور يا استاذ سعيد. طبعا يعني في طبعا الحاجات دي احنا عارفين طبعا جزء كبير منها، بس هو قال كلمه مهمه جدا اللي ختم بيها، ان هو يعني اعطى لعيب الكره قيمه، وهذا حقيقي، يعني كان نموذج ممتاز جدا، وكان ومثل بالنسبه للاجيال اللي بعديه يعني زي ما تقول الحلم. يعني قبل صالح سليم ما كانش فيه ذات القيمه اللي خدها لعيب الكره بعد صالح سليم، عمل برستيج للاعيب الكره ما كانش موجود قبل. برافو عليك، هو عمل البرستيج ده وخلى يعني خلى الاجيال اللي جت بعد كده او الناس اللي كانت بتشوفه الشباب اللي كانوا بيشوفوه الصغار اللي بيتفرجوا عليه نفسهم يبقوا حاجه زيه. هل اسهم في الكلام ده يا استاذ سعيد النجاح اللي حققه بعد كده وتجاربه حتى كنجم سينمائي، وانه قدم اكثر من عمل سينمائي، ثلاث اعمال، وظلت هناك مطالبات بمشاركات اكبر له ولكنه اكتفى بهذا القدر، هل ده اسهم في هذه الصوره انه خلى من لاعب الكره نجم بشكل عام في كل المجالات في مجتمعه؟ هو طبعا ده يعني الى حد ما، بس السينما هو اضاف، يعني هو الكاريزما بتاعته الجامده جدا كانت في الكره، في الكره اكتر طبعا، هو اتنقلت معاه للسينما، يعني هو لو في الكادر ما بيتكلمش، او كان طالع في دور اللي هو الفيلم بتاع الشموع السوداء كان طالع كفيف وكلام، يطلع ما يتكلمش الناس تسقف، الجمهور يسقف، فده واحد ربنا مديله كاريزما، حب الناس يعني محبه الناس ليه كانت موجوده، لكن هو فعلا ادى قيمه للعيب نجم الكوره، ودي قالها كل اللعيبه الكبار يعني اللي جم من بعده، يعني هتسمع ده، سمعنا ده من الشاذلي، سمعناه من مصطفى رياض، يعني الشاذلي الله يرحمه مصطفى ربنا يديله العمر، الاجيال كلها، حنفي بسطان قال نفس الكلمه دي، قال صالح ادى قيمه للعيبه الكوره لانه كان واجهه كويسه للعيبه الكوره، بيحترم نفسه جدا، كان محترم جدا، وكان جنتلمان بمعنى كلمه جنتلمان، كان تصرفاته فيها رقيه، وغير صحيح ما اشيع عنه ان هو مغرور وكلام من ده، لا بالعكس هو كان خجول، اللي ما يعرفوش بقى القرب منه يعرف ان هو احيانا يبقى خجول، فالخجل ده بيمنعه ان احيانا ان هو يتواصل قوي مع بعض الناس، كان يعني بيتكسف، فيقول لك لا ده مغرور وكلام، في حين هو لا كان جنتلمان بمعنى. وهنا حضرتك بتاكد اللي قاله دكتور محمد منذ قليل، انه كان الناس بتظن خطا انه في غرور في شخصيته اطلاقا، وهو بس متحفظ في بدايه التعامل مع الناس اللي ما يعرفهاش. بالظبط كده، حريص شويه، حريص شويه وحذر شويه وذكي جدا، وعارف مسافات بينه وبين الناس قد ايه، يعني المسافه بيقيسها صح، وكان دبلوماسي وعلى قدر كبير جدا من الذكاء الاجتماعي، كان عنده ذكاء اجتماعي عالي جدا، وبيعرف ان يعني بيقرا الناس بسرعه، يعني خلي بالك هو صالح سليم ما كانش لعيب كوره بس، هو كان مثقف، يعني كان عنده قدر من الثقافه، كان بيسمع موسيقى كويس جدا، سميع كويس جدا، عنده خيال، بني نفس يعني شخصيته شخصيه اللي يعرف يحكم على الناس، يعني قدر عالي من الثقافه، قدر عالي من الثقافه الاجتماعيه، قدر عالي من الثقافه الموسيقيه، كان بيحب يسمع ام كلثوم، يسمع عبد الوهاب القديم، جندول والكرنك والحبيب المجهول والحاجات الجميله جدا دي، لدرجه ان هو علم مروان كنفاني يسمع ام كلثوم. فهو شخصيه كامله. اثنين، كان عارف قدراته وحدوده كويس قوي، يعني لا ما كانش فيه عنده يعني الاستيميشن عنده
تقديره لنفسه تقدير مظبوط، لا هو مبالغ قوي ولا هو اقل قوي، ودي بتبقى صعب قوي يعني، بعض الناس بقى عندها يعني اوفر استيميشن تقديرهم لنفسهم، وده بنشوفه كتير قوي في الكوره وبين المشاهير، بتبقى الانا عنده ورمه وعنده احتقان شديد قوي في الانا دي، فبص ايه فيبقى الصوره كاريكاتوري يعني، بيبقى بيقدم نفسه بشكل كاريكاتوري فيبقى موضع نقد، او يبقى اقل قوي من نفسه، يقلل قوي من خلفه يعني. صالح كان تقديره لنفسه ومعرفته وادراكه لنفسه على قدر ما يستحق، على قدر ما يستحق لانه شايف نفسه في وسط الاخرين، مش شايف نفسه لوحده في المرايه، يصحى الصبح من النوم يبص في المرايه ويلبس جرافاته ويبوس نفسه في المرايه وانا احسن. لا لدرجه ان واحد مره زميلي زميلنا يعني من جيلنا حب يعمل معاه يعمل يسجل مذكراته، فقال له صعب قوي ان انا اسجل مذكراتي، قال له انا جبت لك شرايط وبتاع تقعد بس انت تتكلم عن نفسك. فضحك صالح قال له صعب جدا ان انا اقعد اتكلم عن نفسي وانا مين وانا اينشتاين، اقعد كده اقول انا عملت وانا عملت، ما اقدرش الحكايه دي. كان متحرج منه. في ناس، في ناس كتير احسن مني في في الدنيا يعني وفي الحياه يعني، يعني هطلع انا ايه، انا في الاخر لعيب كوره، فشايف نفسه في وسط المجتمع مش شايف نفسه لوحده في مرايه وعملاق وكلام من ده، مع انه مشروع يعني عنده قدر من الشرعيه ان هو يتغر، لانه هو بس ده كان واحد مستغني يعني، مستغني عن الشهره وعن الفلوس، وكان هو نفسه يعني، هو يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، الشخصيه المعتدله الجميله دي. هنشوف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا التقرير ثم نعود لاستكمال الحوار. طبعا ذكرى طيبة وكلنا بنفتكرها باستمرار ونتذكرها باستمرار، وإن شاء الله هو في الجنة ونعمها بإذن الله تعالى. وأقول إن كان أخ أكبر لينا يعني، سبحان الله ربنا اداله يعني موهبة، ما هي دي موهبة يعني، زي ما بنقول التدريب موهبة، الإدارة موهبة، فربنا اداله هذه الموهبة، لأن يعني كان باين يعني إن هو قيادي، ودي النقطة اللي بانت أكثر يعني. كابتن صالح آخر يعني يعتبر رحلة، وكان حظي فيها إن أنا كنت مدرب النادي بعد الاعتداء الصهيوني بتاع سنة 67 يعني، فالدوري في مصر توقف طبعا، جات لنا دعوة من لبنان، وكابتن صالح كان لعيب يعني في الوقت ده كان لعيب، وأنا كنت مدرب الفريق الأول يعني، فحسيت بشخصيته أكثر كمان، لأن قعدنا حوالي 3 أسابيع في بيروت في لبنان يعني، لعبنا حوالي 4 مباريات أو 5 مباريات، وسبحان الله يعني شوف بقى لما يجي الموقف يعني، هو لعب الشوط الأول وغيرته الشوط الثاني، وحاجة التزام مهما حكيت يعني، كان متواضع إلى أبعد حدود التواضع، وحتى في القعدة كده تحس إن هو يحب يسمع، وكان يعني مرح حتى في كلامه، يحب الضحك، إلا في الموقف لو حد اتكلم حاجة يعني في حاجة مثلا غلط على النادي الأهلي أو على فريق النادي الأهلي، مهما كان الشخص ده لازم كان يدافع يعني طبعا عن هذا الموقف يعني، إنما كان ويحب طبعا لما بقى رئيس النادي يعني، في مواقف كتير عملها مع بعض اللاعبين، ظروف معينة طبعا يعني حصلت، سواء بقرار مجلس إدارة وهو رئيس النادي أو حاجة شخصية منه هو يعني، فهو الحقيقة والكلام ده بنقوله مش عشان هو بعد رحيله، بالعكس ده الكلام ده انا قلته قبل كده كتير وبكرره تاني عشان الناس تعرف ان شخصيه الكابتن صالح سليم شخصيه يعني فعلا قلما توجد زيها يعني، وخاصه وهو في وضع رئيس النادي الاهلي، رئيس نادي القرن والحاجات دي كلها، زي ما بقول وبكرر كان في منتهى التواضع. انا فوجئت بقى يوم كتب الكتاب بتاعي يعني عقد القران، وكان في بيت العروسة الله يرحمها المدام يعني، ربنا يرحمها يا رب إن شاء الله. المهم أنا فوجئت الحياة كان عائليا، وما قلتش لحد في النادي الحياة، لأنه كان في البيت يعني العائلتين مع بعض، ففوجئنا الباب الجرس يعني ضرب، ولقيت الكابتن صالح سليم، عرف من أخ لينا برضو في النادي الأهلي، بيقول له النهاردة عقد قران يعني طه الطوخي يعني بتاع، قال له أنت عارف البيت؟ قال له أيوه عارف، في مصر الجديدة يعني بتاع. فكانت مفاجأة كبيرة جدا الحقيقة يعني، حتى من خفة دمه برضو
قال لي يا طه عشان انا بحبك، لان لو النهارده كاتب كتاب طارق سليم ما كنتش هروح لخفه الدم يعني بتاعته. فطبعا شكرته جدا، والصور طبعا يعني دي بعتز بيها جدا جدا، وكانت مفاجاه للعيله كلها، ويمكن تقريبا كلهم بيحبوا النادي الاهلي من الموقف دوت كمان وقبليها يعني. طبعا انت عارف كان وقتها ما فيش يعني التلفزيونات ولا الحاجات دي كلها ولا موبايلات ولا حاجه، فالحمد لله برضو موقف لا يمكن انساه للكابتن صالح. يعني الكابتن صالح كان الجمهور، كلمه صالح صالح دي كنغمه يعني، كانت باستمرار جمهور النادي الاهلي الاسم حتى يعني بامانه يعني. كان مباريات كتيره جدا كانوا بيندهوا باسمه طبعا، والكلام ده كله يعني الحمد لله. يمكن اقول موقف كده سريع برضو، يمكن لو احنا يمكن انهينا كابتن صالح سليم البطوله العربيه اللي كانت في القاهره، وكان النهائي بين يعني النادي الاهلي ونادي الشباب السعودي يعني في الوقت ده، والكابتن صالح كان قاعد وجنبيه رئيس مصر يعني في الوقت ده السيد حسني مبارك يعني. فانا في ناس كتير جدا جدا يعني بعديها سافرت السعوديه الحقيقه لظروف معينه يعني في نادي الهلال، فكان اكتر من واحد كان يقول لي هو مين رئيس الجمهوريه، صالح سليم ولا حسني مبارك؟ يعني من قوه شخصيته واحترامه بنفسه الكلام ده الناس هتفهمه يعني، ده في منتهى التواضع زي ما قلت، مش تكبر ولا حاجه يعني، بيحترم النادي الاهلي وبيحترم نفسه كرئيس للنادي الاهلي. تعليق وحديث الكابتن طه الطوخي اللي تولى تدريب الكابتن صالح في فترة من الفترات عن إمكاناته وقدراته، وأنه دائما أبدا بيسهل المهمة على الجهاز الفني وعلى المدرب. تعليق حضرتك على الكلام؟ لا ده كلام كابتن طه سليم 100%. وكابتن طه تولى ده هو كان لسه سنه صغير، وكان بترشيح من الكابتن عبد الصالح الوحش اللي مسك النادي الأهلي برضه كان لسه يعني كان عنده 30 سنة، وكسب الزمالك 3-1. هو اللي قدم السايس وريع وعلو مطر في الماتش الشهير اللي انتهى 3-1، وكان يعني 30 سنة دي ما حصلتش في أندية أخرى يعني. كابتن طه الطوخي أحد تلامذة كابتن عبد الصالح الوحش. طبعا كل الكلام اللي قاله مظبوط، إن هو كان يعني مطيع جدا، وكان أكتر واحد يلتزم، اول واحد موجود في التدريب وقبل التدريب. على فكره الجيل هو علم الجيل بتاعه كده، عادل هيكل يعني علم عادل هيكل يروح يتمرن لوحده، التمرين مثلا كان بيبدا الساعه 3، عادل هيكل كان ممكن يروح الصبح الساعه 11 الصبح، وكان ساكن قريب من النادي، كان ساكن في الدقي، فيجي يطلع الكور ويجيب فاروق ده كان مسؤول عن غرف الملابس، ويخليه يشوط فيه يعني يخليه يشوط عليه فيتمرن على فاروق ده، بعد كده حنبولة فيقعد يتمرن ساعتين. فلو حكى لك عادل هيك يقول لك فاروق ده ليه فضل عليه كبير جدا، ده خلاني احس ان الجون بتاعي جون هاند بول من كتر يعني من كتر ما انا حاسس ان انا اقدر اطير واجيبه بتاع. فهو نمى نفسه صالح علمهم يعني صالح كان بيبدا بقى بنفسه يجي يتمرن برضه في اوقات غير يعمل لنفسه وحدات تدريبيه زياده. زي ما حكيت لك من شويه كابتن علي زوراء راح لقى اتمرن الصبح الساعه 10 الصبح وسخن وجري وبتاع وخد شاور طيب هناخد تعليقات من حضرتك على شخصيات كثيره جدا من نجوم الوسط الرياضي من الاهلي او من خارج الاهلي بتتكلم عن الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. نتابع الان مجموعه من اراء الكابتن احمد مصطفى نجم نادي الزمالك سابقا ويتحدث عن الكابتن صالح سليم. والله اول معرفة كانت يعني ايه مش ولا بد، كانت في سنة 60، واول ماتش بين الاهلي والزمالك يذاع في التلفزيون، وكان الماتش ده على ملعب الزمالك، ولعبت انا يوميها سنتر فرود، وبعد 10 دقايق جبت جون
في النادي الاهلي، يمكن اول جون في تاريخ الزمالك والاهلي اتذاع في التلفزيون هو الهدف بتاعي. وبعدين اتعور كابتن ياكن في الدقيقه 25 من الشوط الاول، ما كانش فيه تغييرات زمان، ما كانش فيه الاحتياطي وينزل، لا فلعبنا 10. في الشوط الثاني جبنا 4 تجوان، النادي الاهلي جاب 4 تجوان، وبعدين 4-1. وبعدين الاخ ميمي الشربيني وقف بركبته على الكوره كده زي عمل زي رمضان كده، هو عملها بقى بركبته بتاع، فزعلت منه وقلت له عيب كده ومش عارف، فصالح قال لي مش عارف ايه، فرديت على صالح بكلمه يعني ما كانش يجب، اللي انا لسه كنت بالنسبه للكابتن صالح كنت شبلي يعني لسه صغير والكابتن فتقبلها مني. ويمكن تاني يوم على طول كنا مسافرين نيجيريا منتخب القاهره، وكنت انا موجود انا وعبد النصحي ورفاعي من نادي الزمالك ورأفت عطيه، وهو طبعا الكابتن صالح كان كابتن الفرقه المنتخب. واحنا طالعين الطياره دخلت جري عشان ما يشوفنيش، وكنت خايف منه يعني ازاي، انا قلت للكابتن صالح. فطبعا فهو اول ما طلع الطياره قال لي فين الكابتن احمد مصطفى، فعبد النصر قال لي روح بقى اوعدك من الكابتن قابل. فروحت انا قايم لان دخلت في طياره قعدت في اخر كرسي عشان ما يشوفنيش، فقمت ورحت رايح له قاعد جنبه، قال لي انا بندهلك عشان انا بحبك لانك انت مخلص لناديك وبتحب ناديك، ودي سمة بنتمناها تكون في النادي الاهلي، وهي في النادي الاهلي يمكن بشوفها في نادي الزمالك، فدي يعني فزي مثل بيحب كان عبد النصحي ورفاعي، ودول كانوا ايه معروفين بانهم جزارين يعني او من المذبح، ولكن كان بيحبوهم جدا جدا جدا. وكان برضو الرابع بتاعنا الكابتن نبيل نصير كان بيحب نبيل جدا يعني كده. فانا كنت بشوف الكابتن صالح كان بيجي للكابتن حنفي عندنا في النادي وكنت بسلم عليه، وكان شخصيه قويه جدا، انا بعتبره من احسن رؤساء الانديه اللي جت في تاريخ مصر، وطبعا شخصيه قويه جدا يعني ينفع رئيس الجمهوريه لان الراجل كل الناس بتحترمه. اتمنى ان جميع رؤساء الانديه تحتزي بصالح سليم وكابتن حلمي، لان هم دولت اساطير الرياضه في مصر وعملوا الكره المصريه كتير، فارجو انهم بس يعني ياخدوا شويه من صفات هؤلاء الناس الكبار العظماء اللي شرفوا مصر. النقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد وهبة، أول تجربة تعامل واحتكاك مع الكابتن صالح سليم بحكم العمل الصحفي، وأبرز المحطات اللي حضرتك لا تنساها أبدا في مشواره في العمل الإداري في النادي. أنا ليا موقف يعني ليا تجربة شخصية معاه، أعتقد أنا قلتها قبل كده لكن في المناسبة دي ممكن يعني أفتكرها تاني. إن يعني أنا في يوم من الأيام كنت من قعدت عدة سنوات مندوب الجمهورية جريدة الجمهورية في النادي الأهلي، فيوميا كنت مقيم في النادي الأهلي من الصبح يعني أقطع أروح الجرنان وأرجع تاني. فالمهم في مرة يعني لقطت خبر كان مهم جدا، وهو الأهلي يلعب يعني كان الأهلي اتفقوا مع نادي سانتوس البرازيلي هيجي بليه بقيادة بليه هيلعبوا في القاهرة، فأنا خدت الخبر وانفردت بيه وطلع الخبر في الجمهورية الصفحة الأولى وصورة لبلي وكلام من ده، وهو كان مدير كورة وكان وقتها هو مدير كورة وعضو مجلس إدارة أعتقد كان مدير كورة. المهم أنا حرقت الخبر في نفس اليوم اللي رحت فيه أكتب الخبر وانفرد بيه. النادي الاهلي اتصل
فريق مرتجي، واعتقد كان كمال بيه حافظ اتصلوا بالجرايد في بكره مؤتمر صحفي مهم جدا 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 الساعه 5. فانا طبعا كان الله يرحمه الاستاذ ناصف سليم رئيس القسم قال لي ده عين المؤتمر بكره اكيد عشان الموضوع ده. هو طبعا ما كانش مصدق يعني، كان خايف لا يكون الخبر مش مظبوط. انا قلت له لا ده انفراد، عرفت الصوره معانا واحنا بنسمع حضرتك اهو، عرفته بطريقتي وكلام من ده. فالمهم خدنا الخبر في الصفحه الاولى وتفاصيله في الرياضه، الاهلي يلعب مع سانتوس بالساد او بلي يقود سانتوس امام الاهلي في استاد القاهره 18 فبراير 74. فالمهم طبعا ثاني يوم اتصلوا بالاستاذ ناصف الفريق مرتجي الله يرحمه ورحمه الله عليه، وكمال حافظ وطلعت عبد الحميد، مين ادى فلان الخبر او الخبر ده جالكم؟ قال ما اعرفش، سالوه هو صح ولا مش صح، فما رضيش يقولوا له. فلما رحت جورنان الظهر الساعه 1، كنا بنروح من الساعه 1 للساعه 5 كده، وجورنان بقى كان بدا يطلع بالليل، فالاستاذ ناصف كان قلقان، قال لي اوعي كل خبر مش سليم، ده بيقولوا انا بقى بيقولوا لي مين اللي ادى فلان الخبر؟ انا خايف لا يكون حد اداك طعم او عمل فخ او كلام من ده. قلت له انا والخبر خطأ. لا متاكد 100%. المهم قال لي طب هتروح المؤتمر؟ قلت له طبعا هروح. قال لي ما انت كده طبعا محروق. قلت له لا هروح عشان اتفرج بقى على النتيجه هتبقى ايه. فقال لي الفريق مرتجي عايزك ضروري وكمال حافظ، عايزين فلان قبل المؤتمر. فطبعا يعني انا رحت قلقان. فالمهم دخلت من باب النادي، كان الكابتن صالح سليم كان مشرف على الكوره، مدير الكوره كان كابتن عزت مروس. فانا ماشي من قدام، دخلت من البوابه اللي هي جنب المعلمين وماشي كده ورايح بقى حيث المؤتمر كان مفروض بيتعمل فوق في المبنى الاجتماعي فوق. فالمهم وانا ماشي كده فلقيت الكابتن صالح واقف بره اوض الملابس في الطريق يعني مع الكابتن عزت مروس. فانا ماشي كده السلام عليكم، فشاور لي بايده كده استنى عايزك يعني. فوقفت فخلص مع يعني الكابتن عزت وجه، فقال لي مين اداك الخبر بتاع سانتوس؟ فاتخضيت، قلت له سؤال غريب جدا. الصحفي لا يفصح الصادق. فقلت له يا كابتن ما ينفعش اقول لك مين اللي اداني الخبر يعني. قال لي اصل انت ما تعرفش الخبر ده اذانه قد ايه يعني، مش انت اهلاوي؟ الخبر ده اذانه جامد جدا، زعل مننا الاخبار والاهرام، الجمهوريه فرض بالخبر المفروض ما يطلعش، واحنا متفقين الخبر ده ما يطلعش، وانت عارف وفي مؤتمر صحفي، فانت انا عايز اعرف. قلت لنا حرج لا، فاللي طلع الخبر ده مجلس الاداره ده ما يعرفوش الا مجلس الاداره. فاللي طلع الخبر ده مجلس ده بيعمل ضد مجلس الاداره وضد الناس. فلو انت اهلاوي وانت وانا عارف انك اهلاوي وكلام من ده، قول لي مين اللي اداك الخبر وانا مش هقول لحد. فقلت له يا كابتن يعني اسمح لي يا كابتن، لو حد ائتمنك على سر تبيعه او تخونه انت كابتن صالح؟ فسكت كده وبص لي ما ردش يعني، وبس لقيت في عينيه ان هو استريح للاجابه بتاعتي. قلت له لو حد ائتمن حضرتك على سر هتديه له؟ قال لي فسكت كده، فراح بيهزر معايا بقى فزغدني كده، قال لي طب تعالى بقى سلق وعدك فالح تعالى معايا. فالمهم مشيت معاه، رحتوا بقى مكان المؤتمر، رحنا مكان المؤتمر. فكان كل فطاحل النقاد الكبار بقى، وانا بالنسبه لهم لسه عيل صغير 25 سنه، متنمرين بقى. متنمرين. كابتن نعمان فاتوا الخبر، ومن هو الكابتن نعمان يعني الاهلاوي الكبير وكده، كان صديق بس كابتن صالح. بس الكابتن صالح في الموقف ده تفهم وجهه نظرك او ردك؟ هقول لك اللي حصل. الاستاذ نجيب المسكاوي، كابتن حمدي النحاس، محي الدين فكري، احمد علام، وكان بقى فايز الزمر التلفزيون حاضر، لقيت شله كبيره حوالين طلبيزه مستديره زي دي كده بس اكبر شويه، وكمال بيه حافظ الفريق مرتجي. وانا داخل لقيت كل الدنيا بتبص لي، بيني وبينك اتخضيت، ايه ده؟ فالمهم اهلا انت جيت تعال اقعد. مين اول ما قعدت الفريق مرتجي، مين يا سعيد يا وهبه اللي اداك الخبر؟ فانا قلت له خبر ايه يا فندم؟ قال لي خبر ايه؟ الخبر بتاع سانتوس. بتاع سانتوس. قلت له ما ينفعش تسيب الفريق اقول لحضرتك. قال لي يعني ايه ما ينفعش؟ لا هتقول لنا مين، لان اداك الخبر ده بيضر مصلحه النادي الاهلي، بيضر النادي الاهلي ولازم هتقول لنا. قلت له ما ينفعش تسيب الفريق اقول لحضرتك، ده سر وده مصدري وما ينفعش اخون مصدري يعني.
كمال بيه حافظ راح داخل فيها شمال، لا هتقول وقال لي مش هندخلك النادي وهنعمل وهنزود مش هتخش النادي ده بعد كده وهتقول، قلت له مش هقول. فالمهم ايه يعني انا حماس الشباب لا هتقول. فهنا ظهر كابتن صالح بالنسبه لي انا. قال يعني ايه بقى في الموقف ده؟ قال انتوا قال الراجل انتوا جايين تحاسبوا هذا الرجل لانه بيأدي شغله، سايبين العيل اللي في مجلس الاداره اللي طلع الخبر ده، راجل بيحمي مصدره والمفروض يعني ان هو عمل مهمته بكفاءه يعني من اشتغل عمل شغله كويس، ما نحاسبوش على انه شريف مع مصدره، انا منحاسب الند للعيل اللي طلع الخبر من مجلس الاداره. فكله اتلفت لكابتن صالح قاعد كده شايل العبء من عليك. حسيت انه اترمالي طوق نجاه، يعني كنت بغرق وده رمالي طوق نجاه. فرد الفريق مرتجي قال له صالح ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له لا في عيال يا سياده الفريق لان الخبر ده ما يعرفوش الا مجلس الاداره. المهم بداوا بقى مع بعض يناقشوا بقى المهم دخل ازاي كابتن ده تسرب من كابتن المجلس نعمان دخل كابتن نعمان دخل في الخط لا في طبعا عيل اكيد في عيل لان طبعا الخبر ده بالنسبه للاخبار كابتن نعمان صاحب وسبب حرج للنادي انه كان في اتفاق مع كل المؤسسات الصحفيه والنادي ملتزم حرج للنادي وبعدين انفراد كبير جدا. لكن هنا احنا نرجع للجانب من القصه المرتبط برؤيه الكابتن صالح ودوره انه هنا اعفاك من الحرج لانه شاف ان حضرتك كصحفي اديت مهمتك كما ينبغي. هنا دافع عن حقي يعني انا شفت اولا شفت ان هو لارج جدا ورجل جدا وشجاع جدا ان هو حماني ودافع عن حقي كصحفي في حمايه مصدري. واخد يعني دي حاجه. اتنين كان ايامها ما كانش فيه جرايد كتير، ما كانش فيه جرايد زي النهارده كده، ما كانش فيه الاخبار والاهرام والجمهوريه يومي بس والمسا. فانت كون الاخبار والاهرام يضربوا في خبر زي ده، في هيكل في الاهرام كان هيحاسب وكان في هيبقى في توتر مع مؤسسات صحفيه طبعًا. علاقه النادي بيها مهمه وبتراعي النادي بيراعي مكانتها. فالفريق مرتجي بقى لقيته جه في صف تاني يعني بعد يعني كابتن صالح هو اللي خرجك من خرجني من ده وحصل ثقه كبيره بينه وبينه كانت بدايه تعامل فيه بعديها. طبعا احنا هنحاول نمزج بين السرد الجميل اللي فيه ذكريات يعني لا تنتهي حضرتك هتقولها النهارده عن تعاملك مع الكابتن صالح بحكم العمل الصحفي على المستوى الانساني، وبين الجهد الكبير كمان والتقارير المصوره اللي عدها زملائنا في فريق الاعداد واسره البرنامج. هننتقل لمتابعه تقرير اخر مع حضراتكم ونعود بعد متابعه هذا التقرير لاستكمال الحوار. وحشتنا ده أول حاجة يعني وهو كان ليه أعداد كده وقفشات واللي قعد معاه ما يعرفهوش يعني كانوا بيقولوا كلام عليه كتير وإن هو مستبد وهو في المجلس اللي بياخد رأيه وهو لو قعدت معاه إنسان طيب جدا وشفاف جدا وابن نكتة ومش من النوع ده ولا مغرور ولا اي حاجه ابدا. انا كنت خايف الاول في اول مقابله يعني، فبعد كده بقيت اروح النادي الاهلي وكان يكلمني واكلمه وكنت استناه ويقعد يمشي بيا في النادي ونتكلم ونحكي حاجات كتيره جدا. هو كان ظريف جدا الله يرحمه. وبعدين ليه كده بصمة عندي يعني كبيرة. كان في منتخب القاهرة في منتخب مصر في النادي الأهلي ضد منتخب القناة أو ضد منتخب القناة أفتكر، وأنا بلعب أونجرايت وهو كان بيلعب وبقى كان الكابتن جند الله يرحمه حسين مدكور كان على الخط وهم بقى ماسكين المنتخب يعني، فكل شوية العب واعمل. والجمهور النادي الاهلي ساعتها بقى كان ضدي، ما كانش فيه موفق يعني ما بينه وبينه. فلبخت اول طايم فدخلت الاوضه فلقيت واحد بيحط ايده على كتفي بيقول لي مالك انت احسن من كده في ايه؟ قلت له يا كابتن ده بره بيشخط وده بيقول لك العب والجمهور من فوق. قال لي هقول لك على حاجه واسمعها وفوتها.
حط في ودنك قطن واعمل اللي انت عايزه هتبقى احسن واحد. فاخدت المعلومه دي ونزلت، وكان يعني القطن يعني ما تسمعش يعني. فنزلت فعلا وجبت جون، وكنت احسن طايم لعبته مع المنتخب في منتخب القاهره. هو ليه هيبته واحترامه، انما خوف لا، بالعكس ده هو كان بيشجعنا ومضيع الكره يقول لك العب، ما فيش يعني، من النوع اللي كان قائد بحب بابتسامه، بيخليك غصب عنك تجري، غصب عنك تتحرك، غصب عنك تبقى عاوز تعمل اللي انت عايزه. ده كإنسان حاجة جميلة، راجل طيب وبيقعد مع الناس وبيحب الناس وعمره ما غلط في حد، يعني كل الميزات الكويسة في الكابتن صلاح سليم الله يرحمه. بقول لك مهما تتكلم على الكابتن صالح ما تديلوش حق، عائلة سليم من أحسن العائلات اللي جات النادي الأهلي. بقول له وحشتنا وحشنا قعدتك، وربنا يرحمك ويبقى على رضيك الجنة إن شاء الله يا رب، ومش هقدر أقول لك أكتر إن أنت ربنا يرحمك ويحسن إليك. حضرتك على قناعة تامة أن الشخصيات بيقاس نجاحها دايما وقيمتها وحجم تاريخها بما تركته من أثر مستمر. ما هو الأثر الذي تركه الكابتن صالح سليم واللي مستمر مع الأجيال اللي بتأتي من بعده لتولي المهمة والمرتبطة بهذا الكيان الكبير؟ أكبر أثر تركه هو احترام قيم الإدارة السليمة. هو حط أساس، حط بيزك، حط قواعد سليمة جدا للإدارة، تحترم ومقدسه. احترام التخصصات، الفصل بين السلطات، صلاحيات مجلس الاداره جوه المجلس، صلاحيات مدير الكره، صلاحيات المدير الفني. هنا عمل حدود بين يعني كانت مساله فوضى شويه. انا عايز اقول لك ان صالح سليم استقال مرتين من منصب مدير الكره في عهد الدكتور ابراهيم الوكيل. مرتين استقال بهذا السبب، عمره ما خاض مشكلة عشان حاجة شخصية، لكن عشان يرسي قواعد وقيم سليمة. في المرتين كان بخصوص تدخلات خارجية في يعني في فيما يتعارض مع مصلحة النادي الأهلي. كان في المرة الأولانية كان صالح سليم اتفق مع فريق روماني يلعب عدة مباريات في القاهرة سنة 71 قبل الكرة ما ترجع عشان ينشط فريق الكرة. اتفق مع المنتخب يتعمل ماتش مع الاتحاد السكندري، ماتش مع الترسانة، ماتش مع المنتخب القومي، اعتقد ماتش رابع مع دمنهور، ورتب وعمل سكيدجول وعمل كل تفاصيل كلها جه الفريق وهو قاعد مع الفريق بيسكنه في احدى الفنادق الكبرى. جه الدكتور ابراهيم الوكيل قال له عايزك دقيقة واحدة، قعد معاه حوالي ربع ساعة، خرج صالح سليم الثقيل. قال له ان سعد زايد كان ايامها رئيس اتحاد الكوره، وده كان شخصيه سياسيه نافذه يعني، ضغط عليه محمد الكابتن محمد حسن حلمي كان مدير المنتخب، حب يغير مواعيد او موعد مباراه للمنتخب. فالمهم صالح رفض، قال احنا بنحترم المواعيد وهم وافقوا عليها وفي بروتوكول معمول ما ينفعش اغير النهارده. قالوا معلش بس اصل سعد زايد كلمني وكلام من اللي هو رئيس اتحاد الكوره في رئيس اتحاد الكوره في ذلك الوقت. قال له انا اسف، فانا استقالتي اعتبرني مستقيل. خرج من الفندق وما رجعش تاني. بعتوا له بعديها يعني كان في لجنه حكماء كبيره من اسماء كبيره ايامها، كان فكري باشا اباظه، دكتور نور الدين طراف ده كان رئيس. هو هنا الكابتن صالح كان معترض على لخبطه او كسر البروتوكول بعد ما ترتب بالظبط كده، احترام المواعيد، احترام البروتوكول. فهو حس ان هو يعني ان يعني في حاجه غلط في المساله. بعد ما وافقوا ووقعوا، المهم يعني اجتمع معاه ثلاثة من كبار حكماء النادي الأهلي وكانوا بيمثلوا مجلس حكماء، دكتور نور الدين طراف، فكري باشا أباظة، الثالث
يعني حد مهم يعني حضرتك ممكن تتذكره خلال الحوار المهم ما الذي نتج عن هذا حاولوا وصلوا لايه يقنعوا يسحب استقالته ما رضيش اطلاقا وانا سالت فكري باشا اباظه بعديها في حديقه النادي الاهلي الحقيقه انا اقتنعت بوجهه نظره لما اتكلموا معاه وناقشوه هو للاسف هو اقنعنا ان هو يعني الراجل متمسك بمبادئ ولوائح وكلامه المره الثانيه استقال مره ثانيه عشان سبب مشابه النادي الاهلي كان مديون وبيسحب من البنوك على المكشوف وكانوا بيبحثوا عن وسيله للتمويل الاهلي ليه فلوس كتير عند اتحاد الاذاعه والتلفزيون الفلوس دي المفروض بيصار بيجيبها المجلس الاعلى للشباب والرياضه فالاهلي بيسحب على المكشوف الفلوس ما بيجيش فاجتمع صالح اقنعهم في مجلس الاداره ان الاهلي ما يلعبش ما تزعش مباريات تلفزيونيا عشان يقدر يعوض يعني يقدر يجيب الى حين ما يحصل على جانب من المستحقات قالوا اوكي نتعهد على كده مهما كانت الضغوط خلاص اتقفل المحضر شويه بعتوا جواب لرئيس مجلس اعلى الشباب والرياضه كان ايام الدكتور عبد الحميد حسن ان احنا مش هنلعب التلفزيون مش هينقل ماتشاتنا قامت الدنيا اتصل الدكتور عبد الحميد حسن بالفريق مرتجي الفريق مرتجي قال لا احنا واخدين قرار الجماعه ما ينفعش الكلام ده مش هنرجع في كلامنا ضغطوا اتكلم ممدوح سالم كان وزير الداخليه بعد كده بقى رئيس وزارة اتكلم ضغط برضه على المجلس جامد ده مصلحه الدوله ومصلحه البلد وامن وامن وكلام من ده فطبعا الهاجس الامني ما بيخش في الحكايه الفريق مرتجي يعني باعتباره شخصيه مسؤوله وشخصيه عسكريه وكلام من ده بيحترم المؤامات دي يعني شاف ان الامر يمكن الامنيه حل المشكله بالتراجع المؤامات السياسيه والامنيه دي عارف ان في وجهه نظر ثانيه فقال مش هينفع خلاص احنا هنبعت جواب نسترد الجواب اللي بعتناه فكابتن صالح في مجلس الاداره قال انتوا عملتوا كده فانا مستقيل لازم احترم كلمتنا قال له الفريق مرتجي حاول يقنعه ان ده امن يعني ان في يعني امور فيها ضغوط تطلبت الامر ده مؤامات يعني ان لازم نوصل يعني نتيجه الامور فرضت علينا كده ما ينفعش نصطدم يعني قال خلاص ما ينفعش نصطدم انا مستقيل ما ينفعش ما احترمش قراري ما كناش خدنا القرار ده من الاول فانا اسف انا مستقيل ومشي استقال مع اربعه المستشار عبد المجيد محمود كان ايامها وكيل نيابه شمال القاهره كان عضو مجلس اداره داخل جديد تحت ال 30 محرم الراغب ممدوح عبد الحكيم مستشار ممدوح نجيب المهم استقالوا حصل ازمه وده مشابه للموقف السابق دي المره الثانيه حكيته وان كان ده كمان يعني لا انا هحكي لك بقى موقف ثالث بعد ما نسمع كابتن ابو رجيله لا في وقت طبعا بس احنا بنمزج بين استماعنا لحضرتك وبين شخصيات ونجوم كبيره جدا من داخل وخارج النادي الاهلي كلها محبه ومقدره لقيمه والعطاء ومشوار نجاح كابتن صالح سليم خلونا نسمع نجم نادي الزمالك والكره المصريه السابق الكابتن محمود ابو رجيله كابتن صالح سليم واحد من أبرز لاعبي الرأس الحربة في جمهورية مصر العربية في الفترة اللي كان موجود فيها أيام ما كانوا جنب منه العمالقة وكابتن صالح سليم شرس جدا جوه الملعب ونظامي جدا جوه الملعب وخارج الملعب بني آدم مختلف خالص محترم وطيب وبيحب يعني ايه ما تصدقش ده انك كابتن صالح سليم كابتن صالح سليم انا لعبت ضد منه يمكن 3 مباريات اثناء المباريات بيزعق لكل حد في لعبته وما بيحبش الهزيمه فكان باستمرار تبص تلاقيه بيصطئ لعبته بشكل كبير جدا لدرجه مره كنا بنلعب ماتش حبي ونزل الكابتن طارق سليم كان بيزعق له أكتر من أي حد. كابتن صالح سليم يعتبر من الرموز الكبيرة جدا في كرة القدم. كابتن صالح سليم مدرسة طلع كتير من لعبة كرة القدم طلع أجيال كتيرة في الإدارة حازم بشكل غير معقول في وقت التايمينج بتاع الغلط او الصح صالح سليم كل وهو لاعب ناجح ومحترم وهو اداري فريق ناجح ومحترم وهو رئيس نادي فوق الامتياز
فوق الجهاز، لان كمان في الفتره دي كان في نجوم كبار جدا في كره القدم بيلعبوا، فازاي كابتن صالح سليم يبقى موجود في وسطهم كرئيس نادي ويوصلوا ان هم يحبوه، لان دي برضو يعني دي من عند هبه من عند الله سبحانه وتعالى، انك انت تبقى ناجح وتبقى الناس اللي حواليك بيحبوك ويساعدوك. كابتن صالح سليم من الناس اللي وانت رايح عليه كده دقات قلبك تضرب، لانه شخصية كويسة. يعني انا ثلاثة كنت لما اروح عليهم يعني لازم اعمل حساب، محمد حسن حلمي طبعا حاجة جميلة جدا، ومرة صادف ان سيادة الرئيس جمال عبد الناصر كان ادانا اوسمة ويعني سلمنا عليه، كان ضربات صالح سليم بنفس الشكل. الكابتن صالح سليم مع احترامي يعني ان انا بقول الاسم كده، الكابتن صالح سليم في كل ماتشاته كانت الناس بتحترمه، مدير الفني يحترمه، مدير الاداري يحترمه، عنده كاريزما غريبه جدا، حب اللاعبين ليه او النادي ليه. احنا فقدنا واحد من رموز كرة القدم، لكن ده مش بايدينا، يعني مش بايدينا ان هو اعتزل ولا كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيختار التوقيت كلنا بنبقى موافقين، يعني ما بنقدرش نتحرك كده ولا كده. أستاذ سعيد، تعليق حضرتك على الكلمات الجميلة من كل رموز الأندية المصرية، مش بس رموز النادي الأهلي، تقديرا ويعني عرفانا بكل ما قدم الكابتن الراحل الكبير كابتن صالح سليم. أنا عايز أقول لك حاجة يا أستاذ محمد، لعيبة الزمالك، نجوم الزمالك بتوع جيل صالح سليم كانوا أصدقائه جدا، وفضل يعني كان الأهلي والزمالك يلعبوا ماتش، ففي نفس اليوم اللي الاهلي يكسب فيه او الزمالك يكسب فيه، صالح سليم وطارق سليم وعادل هيكل والشربيني وعوضين وحلمي ابو المعاطي في نادي الزمالك سهرانين مع علي محسن، نبيل نصير، رأفت عطيه، عصام بهيج، او هم ييجوا، فكانت علاقات، ما كانش فيه اللي بيحصل النهارده ده، الشد والجذب، يعني ما كانش بيحصل التعصب الشديد ده. كانوا اصدقاء حقيقيين، وحنف بصان كان اقرب اصدقاء صالح وطارق، حنفي بصان وحمادة امام، فكانت دي استمرت برضه في جيل السبعينات. يعني كان مثلا مصطفى عبده، مصطفى يونس، الخطيب، كانوا بيروحوا الزمالك، حسن شحاته، فاروق جعفر، والخواجه، وغانم سلطان، ومحمود سعد، وانا شفت ده. يعني كان في صداقات بين النجوم في الجيل ده، وكانوا بيجوا برضه النادي الاهلي وكده، وانا كنت بشوف دايما، كنت بشوف كتير قوي كابتن محمد لطيف موجود في الجنينه بتاعت النادي الاهلي، بيقعد يشاغب الفريق مرتجي والاستاذ كمال حافظ ومش عارف، لا هنكسبكم بقى الجمعه الجايه وثلاثه، فيقعدوا يناقروه ويمشي. العلاقات المساله ما كانتش متاخده بهذا الطريقه. بتشوف ازاي يا استاذ سعيد الشكل القاطع اللي كان بيتعامل بيه مجلس الاداره في اكتر مرحله كان ده بارز فيها جدا وقت ما كان الكابتن صالح رئيس النادي، واستمرت فيما بعد. انا عايز اقول لك في عمليه عدم السماح باي امر استثنائي او اشتراط لاي لاعب، حتى لو هم مقدرين تماما عطاء وقدرات وموهبه ومهارات هذا اللاعب، بس ما يبقاش بيقدر يفرض سيطرته او موهبته وقت الكلام عن تجديد او تمديد تعاقد او خلافات من اي نوع فيها رؤيه ماليه واداريه بين النادي واللاعب. بص، الاهلي فوق الجميع، ده مش معنى كان الاهلي فوق الناس اللي ورا والانديه، لا، فوق الجميع، يعني الاهلي قبل الاشخاص، وفي الملعب ده سمه وثقافه قديمه، الاهلي الفريق المجموع من اجل، يعني الاشخاص من اجل الفريق مش من اجل شخص واحد، ما فيش حاجه اسمها الشخص الواحد، ما فيش الوان من شو في النادي الاهلي، لكن في الفريق الجماعي، في المنظومه الجماعيه، من ايام سنه 1928 لما اوقف حسين حجازي رفض يطلع يستلم ميداليات المركز الثاني لما الاهلي خسر كاس السلطان او كاس مصر قدام الترسانه، فرفض يطلع، احتج على التحكيم وكلام من ده، فرفض يطلع يستلم الميداليه بتاعته،
فتقرر ايقافه 3 شهور وقصه كبيره، وده كان اعظم لعيب في مصر يعني، كان سوبر ستار. واتقال ايامها كان جعفر والي باشا قال لك لا البطوله ما تهمناش لكن من الاخلاق، احنا بنرسي اخلاق، فاذا ما تعارضت البطوله مع الاخلاق يبقى التفضيل هنا الاولويه للاخلاق، الاولويه للاخلاق، لان البطوله سهل ان احنا نجيبها لكن الاخلاق لن تعوض لو اهدرت. هذا المبدا استمر كتير، حمله بعد كده ناس من نوعيه مختار تيتش. ومختار تيتش في يوم الايام اوقف في الكابتن عادل هيكل 3 شهور وحرم من دخول النادي لانه ضرب او اعتدى على احد الملاحظين في احدى المباريات فتقرر ايقافه. راح للرئيس النادي كان عبود احمد عبود باشا، راح يتظلم له من القرار في مكتبه في عماره الموبيليا، فخده معاه في النادي قال له تعالى اما نروح نشوف نحاول نسوي الكلام ده مع الكابتن مختار تيتش. استثناء يعني استثناء يعني رياضي، وده قرار تربوي ما ينفعش تدخل رئيس النادي، ملوش صلاحيات هنا ولا سلطه هنا اطلاقا. حضرتك بتقول دي استمرت مرورا بقى برؤساء النادي يعني من الكابتن مختار التتش وصولا الى وصولا كابتن صالح سليم وما بعد كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي وهو رئيس كابتن النادي، حسن حمدي لغايه كابتن محمود الخطيب ده مستمر، ودي قيم صارمه جدا جدا جدا، وده اللي عمل اسم النادي الاهلي. لولا احترام هذه القيم الاداريه ما كانش في النادي الاهلي النهارده. خلينا نشوف هذا التقرير مع حضرتك ومع الساده المشاهدين عن الخبرات والنجاحات الاداريه التي تحققت مع الكابتن صالح سليم. كما كان لاعبا فذا كان صالح إداريا فذا تضرب به الأمثال. بدأ عمله الإداري مديرا للكرة سرعان ما رشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة عام 1972. كانت أولى مهامه هي التعاقد مع هيديكوتي المدير الفني المجري الذي يعد على رأس 3 وضعوا البصمة الكبيرة في تاريخ بطولات النادي الأهلي ليقود جيل التلامذة للبطولات. في عام 1976 قرر صالح سليم الترشح على منصب رئيس مجلس الإدارة في مواجهة الرمز الكبير الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، لكن صالح خسر الانتخابات أمام الفريق مرتجي، لكن شخصيته العنيدة الطموحة التي لا تعرف الفشل فعاود الكرة عام 1980، استطاع الجلوس على كرسي الرئاسة لدورتين متتاليتين حتى عام 1988. في نهاية فترته الرئاسية الثانية للنادي الأهلي قرر صالح سليم الابتعاد عن العمل العام، أراد إعطاء القدوة بعد الاستمرار في منصبه أكثر من فترتين، لكن أعضاء النادي الأهلي وجماهيره نادت بعودته عام 1991 بعد سوء نتائج كرة القدم، ليقرر صالح الرضوخ لطلب محب النادي الكبير. عاد في أوائل عام 1992 ليقود مسيرة النادي من جديد. استمر صالح سليم رئيسا للنادي الأهلي حتى مايو 2002 عندما وافته المنية، ليرحل بعد إنجازات أسطورية. حقق معه الأهلي 32 بطولة مختلفة محليا وعربيا وإفريقيا، فحقق النادي الأهلي تحت قيادته 12 لقبا لبطولة الدوري و8 ألقاب لبطولة كأس مصر و4 كؤوس عربية و3 ألقاب لبطولة أبطال إفريقيا و4 بطولات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. لم تكن الألقاب وحدها هي ما حققه صالح سليم للنادي الأهلي،
فقد حافظ صالح سليم على قيم ومبادئ النادي الأهلي المتوارثة عبر تاريخه الطويل، كما كانت له أقوال مأثورة مثل الأهلي فوق الجميع، الأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه. يكفي أن صالح سليم تحول لقدوة عظيمة يتساءل معها عشاق الأهلي عند أي موقف ماذا كان سيفعل صالح في هذا الموقف ليقتدوا به. أنا عاوز مصلحتك أنت، أنا مش عاوز مصلحتك أنت كفرد، أنا عايز مصلحة النادي، أنا بقولك علشان مصلحة النادي. لهذا جاءت الجائزة الكبرى لصالح سليم قبل وفاته عندما فاز الأهلي بلقب نادي القرن، لقب يستحق أن يتسلمه صالح سليم. Honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الجهاز. That we will again presentation of the same honor. Thank you. صالح سليم الإداري. طبعا شفنا جانب مع حضراتكم من كلمة وتعقيب وسعادة الكابتن صالح سليم بآخر تكريم حصل عليه مع النادي الأهلي وأكبر إنجاز تحقق في وجوده كرئيس للنادي الأهلي وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي عام 2001 في جوهانسبرغ بتتويج النادي نادي القرن. أستاذ سعيد وهبة، بعد الحديث أو هذه التفاصيل اللي عرضها التقرير عن نجاحات كبيرة حققها الكابتن صالح سليم، إيه الحاجات التانية أو المواقف التانية اللي حضرتك حابب وراغب بشدة في الحديث عنها النهاردة؟ بص شوف، اللي في مواقف تعتبر كاشفة يقول لك ده مين، خلاص باختصار كده تعرف ده مين. من ضمن هذه المواقف اللي أنا عصرتها، أنا بتكلم ما بتكلم، أنا آسف أنا تكلمت عن نفسي في الموقف الأولاني كصحفي وكلام من ده، متأسف يعني، لكن هو ده تجربتي الخاصة، ما بتكلمش عن سمعت ايه او حاجات شفتها بعيني او عصرتها بعيني. صالح في موقف سنة 24 ديسمبر 1971، الكرة لسه راجعة بعد توقف 4 سنوات عشان النكسة، ماتش الاهلي والزمالك، وقفت الكرة بعديه تاني سنة، يعني سنة تانية بقت سنة خمسة. ليه؟ حصل مشكلة على ضربة جزاء مشهورة، ضربة جزاء اللي حسبها الكابتن الديبة الحكم على مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي لما خرج في كرة مشتركة مع إبراهيم الدسوقي مهاجم الزمالك، فرجله جت في صدر إبراهيم الدسوقي، فالديبة صفر ضربة جزاء على مروان، وكان أول مرة تقريبا يعني ان يتحسب ضربة جزاء على حارس مرمى. الكرة كانت مشتركة بس مروان الحقيقة خبط المهاجم ده. المهم الدنيا اتقلبت وحصل مشكلة في الملعب والجمهور نزل، وكابتن أنور سلامة ايامها هيج الدنيا، ومروان نفسه راح للجمهور عمل كده، ف الديبة حسب ضربة جزاء الأهلي، يعني فاروق جعفر جاب جون بقى 2-1، كان النتيجة 1-2-1، فالجمهور كسر المدرجات ورمى مش عارف ايه وبتاع، فالديبة قرر ما قدرش يكمل ماتش، صفر انتهى الماتش والدنيا اتقلبت. اتحاد اجتماعات في اتحاد الكورة، اجتماع اتحاد الكورة هيجتمع عشان ياخد قرارات، مجلس إدارة الأهلي هيجتمع تاني يوم، مجلس اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع مهم جدا جدا جدا، اعتقد كان الدكتور ابراهيم الوكيل، والجمهور بتاع الأهلي ضاغط هايج جدا، لان صور لي ان الديبة ده وحش وزملكاوي وتعاطف وبتاع، ما شافش قبل كده ضربة جزاء بتحسب على حارس مرمى، والأهلي بيستعد بقى بيان ناري وصاروخي ضد الحكم ومش عايزين التحكيم وبتاع، وعايزين إعادة المباراة وإلا هننسحب، وفي ديباجية. كابتن صالح سليم استأذن إن هو يحضر الاجتماع، فدخل هو كان مدير كورة وبهدوء شديد جدا قال لهم يا جماعة يعني قبل ما تاخدوا أي قرار بموقف، أنا بقول لكم أنا كصلاحياتي كمدير كورة قررت إيقاف مروان، وقف مستحقاته
ايقافه 3 شهور اعتقد وقف المستحقات الماليه، لان هو المسؤول عن المهزله، عن الكارثه اللي حصلت واللي هتوقفه الكره بره تاني. ضربه الجزاء سليمه، انا كلاعب كوره لا سليمه 100%. وبعدين مروان بعد كده راح استعد الجمهور عليه، فالجمهور هاج، فانا قررت ايقافه وكذا كذا. انتوا عايزين تاخدوا قرار خدوا اي قرار، يعني خدوا القرار اللي عاجبكم، بس انا بقول شهادتي بامانه الكارثه دي سببها مروان. ايه كان رد فعل مجلس الاداره؟ اسقط في ايديهم والطايره على زي ما بيقول كالعرب، نزلوا على راي الكابتن صالح. لا ده فذهلوا، واحد فيهم حكى لي يعني بيقول احنا صدمنا، احنا كنا مجهزين بيان مفهوم. لا رد الفعل الاخير ليهم، لا رد الفعل الاخير يعني حصل يعني جدل حوالين بعد ما خرج. والله كلامه يعني، بس اللي كان في صفه كانوا قليلين. خلي بالك هجوم جامد جدا، الجمهور ضغط جماهيري، ضغط جماهيري عليه جدا، شاغل الراي العام. لكن ده قال لك انا اواجه الدنيا كلها طالما انا على حق، انا شايف ومدرك ان موقفي سليم وضميري لابد ان يحكم هنا. يعني هنا ما ينفعش، يعني لو الدنيا كلها وقفت قدامه وهو حاسس ان هو على حق. الاستقامه في الشخصيه، استقامه في الشخصيه، وبعدين ضمير صاحي، وبعدين شجاعه اتخاذ قرار حتى لو عرضك كل الناس، بس انت بتخلص ضميرك قدام نفسك. هنشوف مع حضراتكم تقرير اخر، الكابتن محرم الراغب والدكتور كمال درويش ورموز كثيره جدا من الوسط الرياضي والكروي في مصر تتحدث عن قيمه وتاريخ الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. تاريخ كبير مع كابتن صالح، لان انا دخلت هنا النادي الاهلي سنه 52 كلاعب صغير، سيبلي صغير، ابويا الله يرحمه الاستاذ محمود الراغب دخلني في مجال السباحه. ويمكن في ناس كتير ما تعرفش ان انا تاريخي سباحه من الاول خالص وبعيد عن الكوره خالص، لكن في سنة 52 دخلت فريق السباحة للنادي الأهلي وتدرجت بطل مصر في المراحل السنية المختلفة. كنت عاشق للكابتن صالح سليم، كان هو لعيب كرة متميز، واتفرجت عليه على ملعب التتش في السنوات الأولى في الخمسينات والستينات، وكنت مش عاشق للنادي الأهلي وانتمائي للنادي الاهلي، انا كنت صالحاوي كمان. كابتن صالح كان يعني له عاطفه كبيره جوه قلبي. وبعدين بعد كده في السبعينات بعد لما اتخرجت من كليه العلوم جامعه القاهره، الحقيقه كان قريب مني ودخلت، قال لي ان انا في كرجل اعمال، وكان هو مدير شركة من الشركات الكبيرة، وقال لي تعال امسك إدارة الكيمياء في هذه الشركة. وبعدين شاءت الظروف في سنة 72 ان انا اخش مجلس الإدارة معاه، هو انا تحت السن وهو فوق السن، وطبعا علاقتي قعدت فترة كبيرة جدا قريب جدا من الكابتن صالح، وتعلمت منه حاجات كتيرة. كان كابتن صالح سليم مجلس الإدارة خد قرار بموقف، مجلس الإدارة عمل دراسة يعني في موقف من المواقف، وقال إن احنا ناخد هذا القرار، والقرار ده صالح سليم تبناه، وإن احنا هندافع عن حقوق النادي الأهلي. فجأة مجلس الإدارة غير قراره، فكان طبعا احنا في السن الصغير ده، وكابتن صالح يعني لسه تجارب الاداره القويه اللي احنا مرين بيها انا وهو، كان يعني بيدافع بضراوه. والمهم يعني هو رفض القرار ان احنا نتراجع فيه، وصمم بدون رجعه
ان انا يا اما اخد القرار ده وانفذه، دي مصلحه النادي الاهلي، يا اما انا استقيل واستقال الكابتن صالح. وانا كنت في المرحله دي 27 سنه وكنت لسه يعني باخد السلالم ازاي اتعلم الاداره، فكنت قريب منه جدا وتعلمت حاجه كبيره بالنسبه لي في هذا الوقت، ان انا اتعلم ازاي ادافع عن حقوق النادي الاهلي، وان انا اتصدى بكل قوه لاي حد ما اي توجيهات خارجيه، ان انا مهما كان هذا مهما كانت هذه المواقف ان انا اغير رايي خلاص. قررت قرار النادي الاهلي وقرار لا يتراجع فيه، والحقيقه استقلت معه، هو استقال وانا استقلت معاه، وحصل تداعيات بقى في خلال الفتره دي، وحصل ضغوط عليا لان انا كنت يعني علاقاتي مع مجلس الاداره كان صغير في هذا السن، وجولي في البيت وعشان يضغطوا عليا عشان اتراجع، واخدت هذا القرار مع الكابتن صالح ولم اتراجع فيه، وكان دي وقفه كبيره او محطه كبيره في حياتي. مع كان لي الشرف في الفتره اللي توليت فيها مسؤوليه نادي الزمالك، كان متواجد الكابتن صالح سليم برضو كرئيس لنادي الاهلي، فكان في لقاءات يعني كانت مشتركه مع اتحاد الكوره، وكان بيظهر فيها تمام شخصيه الكابتن صالح سليم، انه هو انسان صاحب مبدا قادر على المواجهه، وفي نفس الوقت بيدي صوره طيبه للقياده المتطوعه الفاعله اللي بتحافظ على اسم ناديها. وده الحقيقه يعني نموذج من نماذج ان الواحد بيعتز بيه انه شافه وزامله في هذا العمل التطوعي. كمان لازم نتكلم على علاقته بالاسطوره الزمالك الكابتن حسن حلمي. يعني هو كان بنفسه بيجي يقعد مع الكابتن حسن حلمي، وده كان بيؤكد العلاقات الطيبه ما بين الناديين، وبالتالي ايضا ما بين جماهير الناديين لصالح الكره المصريه ولصالح الرياضه المصريه. يمكن في اجتماع لاتحاد الكره يعني اتذكره جيدا، لان الموقف كان موقف واضح، وانه كان في ممثلين في مجلس اداره اتحاد الكره ما لهمش دعوه بالرياضه، يعني كانوا عباره عن ممثلين لمناطق بتخدم العمليه الانتخابيه، فكان مواجهه صعبه جدا على اساس ان هم لم يمارسوا الرياضه ولا يمارسوا كره القدم، فبالتالي كان اعتراض صعب. وكان في تواجد الكابتن حسن كابتن حسن حمدي والكابتن عبد القيام، يعني يمكن هم اللي حاولوا يفضوا المشكله اللي حصلت يعني نتيجه للمواجهه الصارمه من الكابتن صالح سليم. يعني برضو ده من المواقف اللي انا بتذكرها في اتحاد الكوره. هو شخصيه رياضيه معتز بنفسه، معتز بكرامته، معتز بانتمائه للنادي الاهلي باعتباره قلعه من قلاع الرياضه المصريه، بيؤكد هذا في كل موقف، يعني ما عندوش يعني رماديه القول او رماديه القرار، يا اما نعم او لا، يعني ابيض يا اسود. اي منصب الحقيقه كان يتولاه في الرياضه المصريه كان بيبقى مناسب ليه، لان هو بيبقى عارف حدود المنصب وايه الواجبات اللي عليه، وفي نفس الوقت القرار المؤثر فيه، وده كان واضح جدا في حياته الشخصيه حتى. بنتمنى ان في هذه الذكرى ان الناس تؤكد على الوفاء للقيادات السابقه، وده شيء طيب، لان ده بيعمل نبراس للعمل التطوعي، وفي نفس الوقت دي انت ما بتشتغل عمل تطوعي انت مش عاوز حاجه غير الناس تبقى وفيه لذكراك، وما فيش اكتر من كده. فالوفاء ده شيء طيب بنسعد بيه. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه، اسعدتنا بوجودك معنا النهارده ومشاركه حضرتك معنا في هذا اللقاء، ونحب نختتم هذا اللقاء بكلمه اخيره، كلمه حره حضرتك حابب تتكلم عنها عن النادي الاهلي وعن الكابتن صالح سليم. لا، النادي الاهلي طبعا قدم رموز كبيره جدا على مر تاريخه، حرص
نقدر نسميهم حرس القيم على مدار التاريخ. ما كانش صالح سليم لوحده، لا كان في مختار التتش، كان في يعني كان في رؤوس كبيره جدا، عبود باشا قبليه جعفر والي باشا، كان يعني على مر تاريخه في رموز كبيره جدا من اللي مسكوا النادي، اخرهم طبعا الكابتن محمود الخطيب، وده اسطوره او رمز يعني ايمج كبير جدا يعني. فلكن بالنسبه للكابتن صالح سليم، انا عايز اقول اللي هو كان شخص يعني الكاريزما الطاغيه بتاعته اللي كان يعني يتمتع بيها ما هواش كان يعني ما كانش عبقري يعني، ما هو يعني ما لم ياتي بشيء عبقري، عبقريته في حاجه صغيره جدا الناس تاخد بالها منها، يعني تتغير حاجات كتير قوي في حياتنا وفي الدنيا. هو الراجل كان بيقدم نفسه على طبيعته، ما كانش بيمثل، كان هو نفسه. يعني في ناس كتير قوي تقدم نفسها مش يعني يقلد ويعمل. حاجة عشان يدي للي وراه قدوة. هو زي ما قال مايكل هارت في كتاب العظماء 100 وكلام من ده، قال لك انا خدت المقياس بتاعي بالنسبة للعظماء دول مش انتج ايه ومعرفش، لا الاثر اكبر اثر او الاثر الناس اللي عندها اكبر اثر في البشرية في اكبر عدد من الناس. صالح سليم من هؤلاء الناس، هو سب اثر كبير جدا في حماية النادي الاهلي، في حماية قيم النادي الاهلي، في حراسة قيم، في ارساء قيم النادي الاهلي. واهم هذه القيم هو احترام التخصص، احترام مدير الكوره، مدير الكوره، رئيس النادي، رئيس نادي، مجلس اداره جوه مجلس الاداره، وخاض معارك كبيره الى ان استقر ده. احنا النهارده مجلس اداره النادي الاهلي عمل جبار وعمل عظيم جدا، وهو اللائحه في النظام الاساسي. النظام الاساسي لا يمكن النظر للنجاح البهر اللي اتحقق في لائحه عظيمه جدا بنحطها لاول مره الجمعيه العموميه، بمعزل عن ناس في قيمه وقامت صالح سليم وما تركوا من اثر في هذا القيم. رحم الله الراحل الكبير الكابتن صالح سليم. ونشكر في نهايه هذا الحوار الناقد الرياضي الكبير الاستاذ سعيد وهبه، رئيس تحرير جريده الدستور سابقا، وكان مؤسس اول صحيفه رياضيه يوميه في العالم العربي، كانت صحيفه الجماهير الرياضيه اليوميه عام 1984. شكرا جزيلا وسعداء بوجود حضرتك. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد، سعيد بهذا اللقاء. واحنا سعداء بحضرتك، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه العام الهجري الجديد، وان شاء الله يكون عام مليء بالخير والنجاح على مصر والمصريين والامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله. ابقوا معنا، بشكر حضراتكم على المتابعه، ولكن فقراتنا مستمره، ابقوا معنا الى نهايه هذا اللقاء وهذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، وحنتقل مع حضراتكم الجزء المتبقي من هذه التغطيه وفقراتنا القادمه. وختام هذه الحلقه هيكون مع زميلي العزيز امير هشام. اتفضل يا امير. بشكرك زميلي العزيز محمد الجندي، وبشكر طبعا الكاتب الصحفي الكبير استاذ سعيد وهبه على هذا الحوار الشيق والممتع واللي كان فيه العديد من الأسرار الهامة جدا بالكابتن الكبير كابتن صالح سليم أحد رموز النادي الأهلي. لكن لسه تقريرنا ما خلصتش عن كابتن صالح سليم، عندنا العديد من الأمور الخاصة بهذه الأسطورة الكبيرة للنادي الأهلي. زي ما احنا عارفين أو اللي دخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة عارف إن في تمثال معمول للكابتن صالح سليم في منتصف مقر النادي الأهلي في الجزيرة، تمثال طبعا جيد جدا ومهم جدا لكل أعضاء النادي الأهلي إن يكون فيه حاجه زي دي متواجده في مقر النادي الاهلي للتذكره بالراحل كابتن صالح سليم، وهو احد الرموز الكبيره في تاريخ الكره المصريه مش في النادي الاهلي بس. خلينا نروح نشوف هذا التقرير مع دكتور عصام درويش لناحية هذا التمثال الخاص بالكابتن صالح سليم، ونرجع مره ثانيه. الحقيقة كان شرف عظيم حقيقي ان انا اكلف بعمل زي ده، لان الواحد ساعات تمثيل التشخيصية بالذات يعني احيانا بيبقى حظك حلو انك تقع في شخص او فيجر يبقى شكله حلو في النحت ويديك تمثال حلو، احيانا تلاقي فيه شخص هو مهم وكل حاجة بس يجي تعمله تمثال وتتصرف يطلع كارثة، ما جسمه مش مدي. لكن صالح سليم بشكله وطريقه حركته وكاريزمته كان يدي تمثال حلو جدا، فانا كنت محظوظ في الحكايه دي الحقيقه يعني.
هو أول المشروع لما اتعرض على 15 فنان، اتطرحت الفكرة على 15 فنان، كان مجلس إدارة النادي الأهلي معامل الموضوع بشكل احترافي جدا. لما اتعرض علينا المشروع أنا كنت من حظي أن أنا كنت ضمن ال 15، طلبوا مننا نعمل سكتشات رسومات للفكرة. لما عملنا اختاروا مننا ثلاثة، طلبوا مننا نعمل مكتات صغيرة لشكل الفكرة، والحمد لله لما عملنا المكتات تم اختيار المشروع بتاعي يعني. فهي القصة مش انك تعمل الشبه وبس، القصة انك ازاي تعمل حالته وشخصيته من جوه. يعني انا من بعد لما اتعرض التمثال كنت شفت اتنين ستات كبار بيتكلموا من ظهر التمثال، فكانوا بيعلقوا الباب بتقول وانا ومش عارفاني، تقول وانا شايفاه من ظهره صالح سليم. دي كانت حقيقه اهم شهاده انا سمعتها يعني، لان الموضوع مش شكل الوش وخلاص. فانا ازاي كان هممني ازاي اعمل حاله صالح سليم، يعني حاله صالح سليم عند الناس. هو نجم سينما وجان قوي جدا يعني، مميز يعني وسط السينمائيين، وكان لاعب كوره هايل يعني، وشخصيه اداريه قويه. فانا مش عايز اعمل حاجه واحده من دول، انا عايز اعمل كل ده في الفكره بتاعتي. فاجتهدت حقيقي وفكرت كتير وعملت اللي حضرتك بتقوله ده كله وجربت، لكن استقريت في الاخر على ان الحاله دي اللي مرتبطه في ذاكره اكبر قطاع من الشعب المصري هي هتعبر عن صالح سليم. ولما بتعمل برضه شخص، تمثال لشخص وهو في ريعان شبابه وفي عز قوته الجسمانيه، وانت حريص طبعا ان دي شخصيه رياضيه، ده في النحت بيديك حلقه براندي كده اسمه اخلاق النادي الاهلي. يعني ما ينفعش تقول اخلاق نادي تاني، يعني اخلاق النادي الاهلي فانت تكمل بقى يعني قيمه عاليه ومواصفات كده. فده من الناس اللي اسست مبادئ وأسس وقيم النادي الأهلي وأخلاقه يعني. فأنت بتتعامل قصاد قيمة مهمة، وكلنا كجيل يعني تربينا على دوت. وأنا والدي الله يرحمه كان من أهم مشجعين النادي الأهلي ومن المحبين جدا والمتابعين لصالح سليم، فأنا عارفه من وأنا طفل طبعا يعني، معرفة قوية. اجتهدوا جدا إن هم يحطوه في أحسن مكان، كانوا فرحانين جدا بالتمثال يعني، لأن كلهم كانوا بيحبوا الشخصية جدا. لغاية ما استقرينا بقى كانت في مقاولة النادي الأهلي 2007، وكانت مناسبة كويسة وكان لازم نحطه. لفينا في النادي وقالوا لي في مكان كويس عايزين نشوفه. فروحت حقيقي شفت المثلث الجميل اللي محطوط فيه ده، زي ما يكون معمول من ساعة ما اتنشأ النادي إن يتحط فيه تمثال بالمواصفات ده. إحنا دايما في مجال الفن التشكيلي لما يبقى عندنا معرض أو كده، يعني معروف ان في قطاع معين من الجمهور هو اللي بيروح، فالقاعه بتبقى زحمه وكل حاجه وكده. لكن اول مره كنت اشوف مشهد زي ده، كميه البشر دي في افتتاح بالنسبه لي عمل فني وبالنسبه لي بتاعي يعني اخد. فكانت حاجه جديده عليا وما شفتهاش قبل كده، وكنت سني لسه صغير يعني. فمشهد مش هيتكرر تاني في ذاكرتي، ما مشيش لغايه دلوقتي. حتى لما حدث بيتكرر وكده واحس انه بنفس المستوى، لا بستعيد المشهد بتاع افتتاح صالح سليم من الاول. كان يوم مبهج ومفرح، وبالنسبه لي من اهم الايام اللي عدت عليا يعني. يعني في الحقيقة تقرير أكثر من رائع عن الراحل العظيم كابتن صالح سليم، رمز الكرة المصرية والنادي الأهلي. وفي الحقيقة هو أكيد يعني مصدر للمبادئ الكبيرة اللي بيمشي من خلالها النادي الأهلي دائما وأبدا، ودي أحد سمات النادي الأهلي زي ما احنا متعودين، المبادئ والأخلاق والقيم اللي تعود عليها طبعا كل أبناء النادي الأهلي على مدار الأجيال وعلى مدار العصور. لكن هسيبكم دلوقتي بقى مع
تقرير وحوار مهم جدا مع المستشار محمود فهمي، طبعا المستشار القانوني واحد الرموز القانونيه الكبيره في النادي الاهلي، واللي لسه مؤخرا طبعا كان مشارك هو وبعض القانونيين في تنظيم او في ايجاد لائحه للنظام الاساسي الخاص بالنادي الاهلي، وطبعا كان في مشروع لائحه احنا اتكلمنا في القصه دي، لكن خلاص خلال النهارده او بكره بالتحديد هيتم وضع صيغه نهائيه لهذه اللائحه في ظل تواجد طبعا مستشار قانوني كبير جدا وهو المستشار محمود فهمي. طبعا اكيد هيكون حوار مهم وشيق، وخليني اقول لكم ان المستشار محمود فهمي لاول مره هيتكلم عن الكابتن صالح سليم، وهو خصوصا انه كان زميله في المدرسه وكان معاه كمان في نفس الديسك في نفس الفصل اللي كان متواجد فيه في المدرسة الخاصة بالكابتن صالح سليم. هختم معاكم طبعا قبل ما نروح هذا التقرير هذه الحلقة المميزة والخاصة جدا عن الكابتن صالح سليم، وكان عندنا أكيد العديد من التقرير الهامة جدا واللي يمكن تم سرد فيها العديد والعديد من الأمور بتخص كابتن صالح سليم وبالطبع بتخص كل أعضاء وجمهور النادي الأهلي. استنونا وحلقة جديدة من الأهلي الليلة، إلى اللقاء.